صباح الخير والسعادة والجمال على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد يا رب إن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا، وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. أكيد هنتكلم مع حضراتكم من خلالها عن كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالنادي الأهلي، ولا سيما الماتش المرتقب ان شاء الله يوم الجمعه الجاي، لقاء الاياب ما بين الاهلي والترجي التونسي. وطبعا عندنا كمان اخبار حلوه كتير هنعرفها لكل حضراتكم. صباح الفل عليكم وصباح العسل عليكم. صباح الجمال وصباح النصر وصباح كل حاجه حلوه وصباح التفاؤل ونهايه الاسبوع، لكن الحمد لله كان اسبوع رائع جدا، وكان اسبوع كله انتصارات وحاجه تدعو للفخر حقيقي في النادي الاهلي بكم البطولات اللي حصلنا عليها في الرياضات المختلفه، وفعلا زي ما كنا بنقول ملوك الصلاه عن استحقاق. يوم جديد واخر الاسبوع، والنهارده معانا اكيد فقرات واخبار كمان مختلفة. خلينا نعرف منك بقى كريم معلم. عندنا كالعادة فقرتين حواريتين في الساعة الثانية من حلقتنا النهاردة. أولى الفقرات هينورنا من خلالها الأستاذ عمرو تمراز، وهو عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكاياك، وطبعا هنتكلم معاه عن كتير من التفاصيل المتعلقة بهذه الرياضة اللي كانت لفترات مش قليلة ناس كتير قوي ما تعرفش عنها حاجة، ولكن في المقابل مؤخرا ابتدت ناس كتير تعرف عنها نتيجة بعض المستجدات اللي أكيد هنتكلم في فقرتنا الأولى مع طبعا ضيفنا العزيز عن كل تفاصيلها. الفقرة الثانية هتكون مع كابتن إسلام عادل، طبعا نجم النادي الأهلي السابق، وهنتكلم معاه بقى عن ماتش اللي جاي الأهلي والترجي وحاجات كتير كمان متعلقة بكرة القدم المصرية بشكل عام. بالمناسبة امبارح وفي إطار الاستعدادات للمواجهة المرتقبة للنادي الأهلي طبعا يوم الجمعة الجاي إن شاء الله أمام الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الجهاز الفني للفريق الأول كان حريص جدا على إقامة مباراة ودية دفع خلالها بمجموعة من اللاعبين، إلى جانب طبعا عناصر من قطاع الناشئين. خطوة مهمة جدا بتوضح مدى اهتمام النادي وكولر بالناشئين. كمان اجتمع امبارح كولر مع دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عشان يطمن على حالة اللعيبة وتحديد برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة. وبالمناسبة الشناوي ابتدى برنامج علاج بعد ما كان بيشتكي من آلام في عضلة السمانة، إن شاء الله تكون بسيطة بإذن الله. بص احنا عندنا أخبار كتيرة جدا كمان يعني إيجابية وأخبار حلوة عن النادي الأهلي وشراكات جديدة لو حضراتكم كمان تابعتوا امبارح. بس قبل ما نستكمل، ان انا كنت حابه ان انا ابدا النهارده واحكي برضو يا كريم حاجه حصلت، لان الحاجات اللي زي كده لازم الواحد يتكلم عنها بصراحه. انا امبارح كنت في يعني احدى الكافيهات في الشيخ زايد، فقاعده مع صحابي، بعدين وانا خلاص ماشيه فقمت فبطلع عند الباب، ناحيه الباب في ترابيزه فيها ست كبيره في السن يعني، وواضح ان هي مع اولادها واحفادها. والله العظيم يا كريم انت مش متخيل، انا لقيت واحده بتنادي بتقول لي نهوان، فببص كده ست كبيره يعني، فببص انا ما افتكرت اني اعرفها في الاول بس ما اعرفهاش، فقالت لي تعالي انا عايزه اسلم عليكي. رحت اسلم عليها، بتتابعنا كل يوم الصبح يا كريم، بتحب النادي الاهلي بشكل غير عادي. انا اللي بحكي لحضراتكم ده حصل بجد. بتقول لي والله العظيم بتقول لي انا قبل اي مباراه بقرا سوره البقره واقعد ادعي للنادي الاهلي، وبعد ما النادي الاهلي يكسب بقعد احمد ربنا. يا سلام. ست اعتقد تتعدى يعني لو ما كنتش غلطانه ال 80 سنه. ما شاء الله، ما شاء الله، ربنا يديها الصحه. كانت لحظه حلوه قوي طبعًا. عندي من الكلام الواحد ممكن يسمع طبعًا. كلام حلو كومبلمنتس يعني الناس صحيح. تدعي له، لكن بجد لما بيبقى من طبعًا. حد كبير وحد من قلبه بتحس الكلام طالع وبيدعي لك كانك بجد حد من ولاده او احفاده. انا انبسطت جدا جدا، شوف النادي الاهلي ازاي بيحبب فيك الناس طبعًا. يعني وعلى فكره بركه دعاها ودعاء ناس كتير جدا زيها، ده برضو من العناصر اللي طول عمرها الحقيقه بتعمل مفعول السحر مع النادي الاهلي، الى جانب بقى احنا بنتكلم على منظومه وعلى فريق كبير وعلى تاريخ. بعيدا عن كل الكلام ده، بند الجماهير جزء لا يتجزا من نجاح النادي الاهلي على مر العصور، وبين قوسين كده بركه الدعاء كمان بتاع الجماهير. بجد يعني من احلى الحاجات اللي حصلت لي يعني من فتره كبيره يعني الحمد لله. طيب خلينا بقى نكمل مع حضراتكم ونستكمل اخبار النادي الاهلي. معانا اخبار زي ما كنت بقول انا وكريم كتير حلوه خاصه بالنادي الاهلي. نبدا بكمان شركه الاهلي لكره القدم اللي اعلنت عن اطلاق واداره اول منتج للتفاعل الرقمي بالتعاون مع شركه جرانتا، وهي واحده من كبرى الشركات في المجال بنتكلم الرقمي. زي ما كان كابتن محمود الخطيب قال قبل كده وقال في كلمته كمان، ان النادي الاهلي وشركاته بتبدا مرحله جديده لمواجهه التحديات الصعبه بسبب طبعا الازمه الاقتصاديه اللي بتعاني منها كل المؤسسات العالميه، وانه كان لابد من ايجاد افكار تسويقيه غير يعني تقليديه لزياده المعدلات الماليه للنادي او العائد
العائدات الماليه للنادي، فده امر اعتقد في غايه الاحترام. كمان كابتن الخطيب كان بيراهن على جماهير النادي الاهلي يعني الوفيه في فكره دعم ومسانده المشروع ده عشان يحقق كل الاهداف. كمان خليني اقول لحضراتكم، اضاف كمان المهندس عدلي القيعي رئيس شركه الاهلي كره القدم، هو قال كده تحديدا، قال ان التجربه دي بتقدم لاول مره في المنطقه من خلال او بتقدم لاول مره في المنطقه من خلال الرؤيه التسويقيه للشركه، وبتهدف كمان للتواصل مع جماهير الاهلي باول منتج للتفاعل الرقمي من خلاله. كمان هيستطيع كل فرد ان هو يعبر عن حبه وعشقه للنادي الاهلي. بالتوفيق طبعا للنادي الاهلي وكل الافكار الجديده والرائعه اللي احنا بيفاجئنا بيها، وهنشرح لحضراتكم اكتر الموضوع ده ازاي وهيتم ازاي اكيد خلال الفقرات والايام كمان اللي جايه. استكمالا بقى لسلسله القرارات اللي استجدت مؤخرا واللي لاقت استحسان الكل الحقيقه، برضو من القرارات المهمه والحلوه امبارح قرار مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بتعيين الكابتن بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين لكره القدم. والحقيقه هو صاحب يعني خبرات كبيره جدا ونجاحات كبيره حققها في مجال التدريب في قطاعات الناشئين داخل وخارج البلاد. القرار طبعا جاء رغبه من مجلس الاداره في استمرار سياسه التطوير اللي ابتدت بفاعليه في هذا القطاع لافراز عناصر متميزه للفريق الاول. النادي كمان وجه الشكر لمايكل بروكيتش طبعا عن الفتره اللي قضاها في النادي وبذل خلالها الحقيقه جهود كبيره جدا اسهمت في الطفره اللي بتشهدها فرق القطاع. طبعا الكابتن الكبير بدر رجب هو احد نجوم خط الوسط في الكره المصريه في فتره الثمانينيات، وانضم لقائمه المنتخب الوطني اللي شاركوا في كاس العالم 90 تحت قياده طبعا محمود الجوهري، حصد 3 بطولات دوري و4 كاس مصر وبطولتي افريقيا وواحده افرو اسيويه. طبعا تولى كمان العديد من المناصب التدريبيه في القلعه الحمراء، ودي بصمات كبيره جدا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي على مدار اجيال مختلفه. أكيد قرار في منتهى الأهمية، وأكيد إن شاء الله يعني يؤتي ثماره في القريب العاجل. كمان احنا بنتكلم على اسم كبير وخبرات كبيرة، أكيد بنتمنى الكابتن بدر كل التوفيق في اللي جاي إن شاء الله. بص، في اتكلمنا امبارح طبعا في كذا نقطة مهمين جدا، واعتقد مش بس مهمين، حلوين. فكره كمان ان انت هنا كريم بتجيب واحد من ابناء النادي الاهلي، اعتقد ده امر رائع جدا. فكره ان انت بتخلي الولد الصغير او الناشئ الصغير يبص برضو ليه يعني نجوم كانت موجوده حتى من ازمنه، ويعني زي ما تقول اجيال سابقه، بس طبعا لها اسم ولها تاريخ ولسه عايش لحد دلوقتي، بيفرق بشكل كبير. حتى والد الطفل ده كريم او والدته الناشئ الصغير لما يجي يحكي له انت عارف مين اللي بيدربك، عارف مين المدير الفني، عارف مين رئيس القطاع، عارف مين الكابتن اللي واقف، ده كل ده بيفرق بشكل كبير يا كريم. طبعا الخبرات طبعاً الاجنبيه بتزيد وبتثقل طبعا العمليه بشكل كبير، لكن في نفس الوقت ابناء النادي الاهلي بتفرق برضو مع فكره الانتماء، مع فكره حاجات كتيره ملموسه داخل النادي الاهلي، الناس جوه هم اللي عارفينها. الشق الثاني لما تيجي تتكلم عن كابتن بدر رجب تحديدا، طبعا اسم كبير جدا وتاريخ وعلامه في النادي الاهلي، غير كده عنده خبرات كبيره جدا في هذا المجال تحديدا. كابتن بدر كان لاخر فتره بيشتغل في نادي الجزيره الاماراتي، بقاله في الامارات تقريبا يا كريم فوق ال 15 سنه حاجه زي كده، فبرضه في ثقل في خبره كبيره جدا طبعا. نتمنى ليه التوفيق. هو المفروض ان هو لسه في الامارات هيجي او تقريبا موجود، انا مش عارفه، بس هو المفروض في الفتره دي هيكون متواجد، خلاص انهى عمله يعني في نادي الجزيره الاماراتي. بالتوفيق ليه في الخطوات اللي جايه ان شاء الله، تبقى فتره مثمره جدا على قطاع الناشئين تحديدا. نكمل مع حضراتكم بس سريعا جدا، لان احنا كنا قايلين على خبر افتتاح الفرع الخاص به، يعني فرع التجمع طبعا، وهذا الفرع اللي ناس كتير اصلا من البدايه كانت بتطالب به ان هو يكون في فرع في التجمع الخامس، فخلاص ان شاء الله بناكد لحضراتكم ان اعتمد مجلس اداره النادي الترتيبات الخاصه بافتتاح فرع التجمع، والمحدد ليه ان شاء الله هيبقى يوم الخميس 1/6/2023. متوقعين اكيد يكون حفل كبير، حفل طبعا يليق بالنادي الاهلي، ويخرج كمان بالشكل اللي يليق بجماهير النادي الاهلي. طب الفرع ده عباره عن ايه؟ اتكلمنا قبل كده طبعا، وهنعرض لحضراتكم اكيد، وعرضنا بالفعل فيديوهات زي ما حضراتكم برضو شايفين جزء من يعني الفوتج او الصور او اللقطات داخل النادي وداخل هذا الفرع. بس هو في منشات عملاقه، بنيه تحتيه كبيره جدا، خدمات متميزه اكيد بيستحقها اعضاء النادي. والحقيقه برضو نرجع نقول فرع التجمع عليه اقبال كبير جدا جدا على الاشتراكات، يعني ناس دايما كنت بقول
حضراتكم قبل ما اصلا يبقى في فكره الفرع هناك يا كريم كان الناس بتطالب بيه، بعد ما ابتدى يبقى في شغل في النادي قال لك طب احنا الاشتراكات امتى؟ فطبعا ده شيء رائع وده يدل على نجاح كبير، فبالتوفيق ان شاء الله. والتاني هنرجع نقول اكيد هتكون او هيكون حفل يليق بالنادي الاهلي طبعا، واكيد مجرد اضافه الفرع ده اكيد هتبقى اضافه كبيره جدا، سلسله فروع يعني فروع وصروح النادي الاهلي بكل مكان، دي كلها يعني خطوط انتاج لابطال مستقبليين في رياضات مختلفه ان شاء الله، كل واحد فيهم على حده هيرفع من اسم النادي الاهلي كمان وكمان ان شاء الله الفتره اللي جايه. كمان عايزين نعرف حضراتكم ان من ضمن المستجدات ان تم تكليف السيد محمد كامل بالعمل كمستشار للنادي الاهلي ان شاء الله تسويقيا، برضو عشان اقول لكم نص الخبر بالظبط ان هو لسه جاي لنا من ثواني قليله جدا، تم تكليف السيد محمد كامل بالعمل مستشار تسويقي لمجموعه شركات النادي الاهلي في المجالات المختلفه للاستفاده طبعا من الخبرات الكبيره اللي بيتمتع بيها، خطوه مهمه جدا ان شاء الله هي كمان تؤتي ثمارها، واكيد بنتوجه ليه بكل التهاني، مليون مبروك وان شاء الله موفق في اللي جاي. طيب هنروح فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مرة كمان، ولسه معانا أخبار كتيرة جدا وفي غاية الأهمية. هنبدأ بأول خبر وهو كان عن المؤتمر الصحفي بالأمس للإعلان عن فعاليات أشهر هنا سباق درجات في العالم اسمه تور دي فرانس أو تور دي فرانس يعني اللي هيكون اللي هيكون في مدينة شرم الشيخ في 22 سبتمبر تحديدا إن شاء الله، وأعتقد فعالية مهمة جدا وكبيرة جدا وبيقام لأول مرة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. بيتضمن إيه؟ بيتضمن ثلاث سباقات وهم 170 كيلومتر والحد الأدنى لسن التسجيل هيكون 18 سنة، و40 كيلومتر الحد الأدنى لسن التسجيل 15 سنة، و6 كيلومتر للركوب العائلي. أعتقد يا كريم حاجة محترمة طبعًا جدا طبعًا. يعني تاني هنرجع نقول من أهم الفعاليات ومن أهم الملفات لما تيجي تتكلم عن السياحة أو تتكلم عن الرياضة هي السياحة الرياضية، من خلال مسابقات وفعاليات عالمية بتقدر أن أنت تروج للسياحة، بس أهم حاجة يكون في تخطيط صح، هي دي النقطة. عشان كده خلينا برضو نروح نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ أحمد عبد الخالق مدير عام إدارة السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة. يا فندم صباح الخير على حضرتك طبعا في البداية. خير يا كريم، صباح الخير لهوند وعلى السادة المشاهدين، صباح الخير عليك. اهلا بحضرتك واستاذ احمد. لا بجد يعني اعتقد ملف في غايه الاهميه ومهم جدا ملف السياحه الرياضيه، واللي احنا بنشوفه ده هو ده التطبيق الفعلي للسياحه الرياضيه. اعتقد يعني بتتكلم على فعاليه عالميه كبيره، اكيد جاليات كبيره جايه، اعداد كبيره جدا من الصحافه ومن كمان الاعلام الاجنبي، فخلينا ناخد نظره عامه في الاول عن هذا الامر وبعد كده نخش في التفاصيل اكتر بتاعه البطوله. اتفضل يا فندم. اوكي، خلينا الاول نقول الدكتور اشرف صبحي كان من البدايه يعني قعد معانا من اربع سنين بالظبط او ما يزيد قليلا، وقعد قال لنا ان هو يعني احنا محتاجين نخلي مصر هي الهب او هي النقطه واهم نقطه في المنطقه لاستضافه الاحداث والفعاليات الرياضيه الكبيره اللي موجوده في العالم كله، من خلال التعامل مع القطاع الخاص او من خلال التعامل مع الاتحادات الدوليه. في البدايه احنا قعدنا وجبنا الشركات القطاع الخاص وقعدنا وعملنا لهم قانون جديد، قانون الرياضه اللي هو كان في 2017 وطبق في 2019، وعملنا قانون للاستثمار في مجال الرياضه. من هنا كانت عندنا نقطه انطلاق كبيره جدا ان احنا بدانا نعمل احداث وفعاليات رياضيه دوليه كبرى في جميع محافظات مصر، مش بس المدن السياحيه، لا في كل محافظات مصر كلها. عندنا اكثر من 200 حدث خلال السنه بالتعاون مع القطاع الخاص، خلال التعاون مع وزاره الشباب والرياضه بنعمل فعاليات مهمه بتستقطب عديد من السياح المشاركين، بيبقى الايفنت الواحد فيه اكثر من بالالافات، مش بنقول مثلا بالمئات، لا يعني اقل عدد بيبقى عندنا 1000 2000، في احداث عندنا توصل ل 5000 6000 مشارك خلال الحدث الواحد. اتفضل يا هون. لا يا أيوة. ما قالتش حاجه، انا احنا ساكتين عشان نسمع حضرتك. احنا بنسمع حضرتك بس بمناسبه الكلام عن هذا العدد الكبير من المشاركين وفكره ان هم كمان بيشاركوا في حدث بتقام فعالياته في اماكن يعني خلابه سياحيا ومش على الصعيد المحلي، بنتكلم على المستوى العالمي لما بنتكلم على شرم الشيخ او الغردقه او دهب او نويبع، بالمناسبه بيكون في يعني على هامش الفعاليات بيكون في مثلا برنامج سياحي معين لكل المشاركين، وفي نفس الوقت بتكونوا حريصين على تغطيه يعني هذه الرحلات الترفيهيه صحفيا واعلاميا ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من انعكاسات طيبه على السياحه. بص يا كريم، هو العلم بس احنا اول ما بنقول احنا هننفذ اي ايفنت في مصر انت ما تتصورش مدى الاقبال الشديد من السياح
او المشاركين من الدول الاجنبيه على الوجود في مصر والتواجد والمشاركه في الاحداث المنظمه في مصر. احنا عندنا طبيعه وعندنا طرق وعندنا كل حاجه بتساعد ان احنا نقدر ننفذ اكبر الفعاليات الرياضيه. وكمان الحكومه المصريه ممثله في شباب الرياضه، ممثله في الجهات المعنيه والجهات الامنيه، كلها بتدعمنا بشكل غير طبيعي، والدليل على ده ان احنا موجودين في كل مكان، ومفيش حاجه بتعوقنا. عايزين تعملوا ايه؟ حاضر، كل حاجه موجوده وكل حاجه جاهزه، وكل التعاون من كل الجهات لتنفيذ اكبر الاحداث الرياضيه عندنا في مصر. احنا عندنا في شرم الشيخ طريق شرم الشيخ دهب من احسن الطرق في مصر. المظاهر فيه خلابه، امن هيوفر لنا التامين ان احنا نقفل الطريق رايح جاي لحد من انتهاء السبق. عندنا سبق تاني بالنسبه للسبق ال 170 كيلو، السبق ال 40 كيلو هيبقى برضه جوه شرم الشيخ وهيبقى على الطريق الدائري وعندنا سبق ال 6 كيلو، فما تتخيلش او تصور الناس مهتميه قد ايه بيساعدوا بشكل غير طبيعي لانجاح اي حدث يقام في مصر. هايل هايل جدا. طيب مهم جدا ان انا اسال حضرتك عن الارقام بقى، عدد المشاركين وكم دوله والصحافه برضو الموجوده والاعلام اللي هيكون برضو بيغطي من الناحيه العالميه مش محليا، برضو لو تدينا فكره يا استاذ احمد. هو السباق ده من اشهر السباقات في العالم، يعني احنا كنا انا فاكر وانا صغير كنت بتابعه في التلفزيون وابص عليه وكنت منبهر بيه. صحيح. وناس كتير كده برضو، تور دي فرانس، طواف فرنسا، الناس كلها مهتميه بيه. وإذاعة العديد من القنوات التلفزيونية. كنا إن إحنا ننجح نستقطب تور دي فرانس أو لتاب إيجيبت عندنا في مصر هنا أو النسخة بتاعت مصر. لا هي بتجيب ناس كتير جدا من بره، الميديا تكون مسلطة على مصر موجودة. الاهتمام العالم كله بلعبة الدراجات لأن هي يعني هيشوفوا مناظر عمرهم ما شافوها في أي إيفنت حصل بره مصر بالنسبة لتور دي فرانس. الحاجة الثانية الاعداد المشاركه احنا قلنا 1000 بس هو متوقع اكتر من كده بكتير، يعني احنا اول ما نفتح التسجيل هتلاقي اعداد اكبر من كده وصلت كده بكتير، ان احنا الاكسبكتيشن بتاعنا نوصل 2003 من اكتر من 80 جنسيه ان شاء الله. طيب رائع جدا. انا عندي بقى نقطه انا وكريم اتكلمنا عنها كتير طبعا في ملف السياحه الرياضيه، بس في نقطه مهمه وهي فكره انا لما باجي كمعني في وزاره الشباب والرياضه او وزاره السياحه او اي وزاره معنيه ببقى نفسي اكيد وبطمح ان انا اساعد في هذا الملف بشكل كبير جدا، لكن في عوامل لازم ان هي تتم وتكون متوفره قبل لما ابتدي اروج، لان انا ممكن اروج واعمل سياحه رياضيه واعمل ملفات واجيب واستقطب يعني وفود من الخارج وغيره، وفي الاخر يجي هنا مثلا الاقي بقى العنصر البشري على سبيل المثال هو العامل اللي طبعا العامل الأساسي مش بيقدم لي الخدمة المطلوبة، فأنا يبقى كل المجهود اللي الدولة بتقوم بيه ده للأسف يعني لا يحسب. حضرتك أكيد فاهم قصدي إيه، فهل إحنا بنشتغل على هذا الملف مع وزارة السياحة مثلا؟ هل بيبقى فيه تدريبات، بيبقى فيه مطالبات من حضراتكم والوزارات الأخرى المعنية بملف السياحة والرياضة إن هم يا جماعة إحنا لازم نعمل توعية أكتر، لازم نعمل حملات أكتر، لازم يبقى فيه محاسبة أكتر لأي حد مش عارف يتعامل مع السياح بشكل كبير أو بيتعامل معاه بشكل مغلوط؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. طيب اقول لك حاجه صغيره جدا، احنا اي ملف بيتم فيه نشاط رياضي في منطقه سياحيه او غير سياحيه بيتم فيه تعاون كامل مع وزاره السياحه والاقساط وهيئه ترشيد السياحه وجميع الجهات المعنيه في تنظيم الحدث. وزاره السياحه والاثار معانا خطوه بخطوه ويوم بيوم، حتى الماتيريال بتاعنا بيبقى فيه بنحطه على البلاتفورم بتاعت وزاره السياحه للترويج لمصر السياحيه من خلال الرياضه. وبالنسبه للعنصر البشري والكادر البشري، لا احنا عندنا في مصر دلوقتي احنا استضفنا العديد من البطولات، مش عايز اقول لك احنا من اكثر دوله في الريجن كله ان احنا استضفنا بطولات، عندنا شباب وعندنا كوادر قادره على تنظيم اكبر من كده بكتير، دليل ان احنا عندنا ملفات كبيره في يعني استضافه بطولات كبيره عندنا في الفتره الجايه نشتغل عليها. بالاضافه اللي عايز اقول لحضرتك برضو ان احنا عندنا ولادنا او شبابنا بيسافروا بره مصر في المنطقه سواء في المنطقه العربيه او الافريقيه بينظموا احداث كبيره. لا بس حضرتك ما فهمتنيش يا استاذ احمد، مش ده قصدي. لا لا طبعا الناس دي يعني بالعكس احنا بنفخر بيهم، انا اقصد اللي هم بيتعاملوا بشكل مباشر او غير مباشر اللي هم البائعين بمعنى اصح اللي في الاماكن السياحيه المعروفه في مصر اللي ممكن يكون ما عندهمش من الثقافه والوعي ولا بيبقى في محاسبه ليهم وبيتعاملوا مع الاجانب بشكل سيء جدا، حتى احنا لما بنروح لو مش عارفين ان احنا مصريين احنا بنشوف ده بعينينا بيتعاملوا معانا ازاي عشان فاكريننا اجانب، بيبقى في تعدي، بيبقى في لغه غير سليمه، بيبقى
في يعني اساليب احنا مفروض ان احنا خلاص قضينا عليها في المجتمع، لكن لسه موجوده للاسف، هقول باقليات، خلينا اقولها بهذا الشكل. فدي الفئه اللي للاسف ممكن تخرب بشكل كبير بعد كل السعي وبعد كل التعب وبعد كل المجهود اللي احنا بنقدمه. طيب هقول لك حاجه، الموضوع ده ممكن يكون زمان، دلوقتي الموضوع اختلف تماما. الموضوع اللي بتقولي فيه ده انا يعني هي شايفه كل يوم بشوفه في شغلي، الموضوع قل بنسبه كبيره جدا جدا جدا، بالاضافه ان احنا في مجال الرياضه احنا يبقى لنا روت ماشيين عليه، او سواء بعد درجات ماراثونات اي ايفنتات بنعملها بيبقى لنا طريق ماشيين عليه بقى يعني ايه معروف، والطريق ده بيمؤمل بشده، وفي نفس الوقت في عندنا منظمين وعندنا متطوعين من الشباب، فاحنا ما حدش فيهم بيقابل حاجه زي كده، بالاضافه ان الموضوع ما بقاش ده زمان، احنا الموضوع اختلف تماما دلوقتي، الناس فاهمه عن ايه رياضه، فاهمه عن ايه سايح. يعني الموضوع قل بنسبه كبيره جدا جدا. نتمنى ان هو يتم القضاء عليه كمان، ويكون في قانون رادع لاي حد بيفكر ان هو يضر السياحه المصريه، ان احنا في امس الحاجه لان احنا نهتم بهذا الملف وكمان نعلو فيه. انا بشكرك على كل حال استاذ احمد، بجد مجهود رائع، وهنحاول نكون مشاركين مع حضراتكم كمان على المستوى الشخصي ان احنا نيجي نشوف بعينينا اللي بيحصل. شكرا ليك جدا استاذ احمد، شكرا ليك. النقطه اللي انت ختمتي بيها الحوار مع الاستاذ احمد نقطه في منتهى الاهميه، ومن زمان جدا كان ليها انعكاسات سيئه جدا. يبقى في نفس الوقت اللي دولة كاملة بكامل أجهزتها بكامل وزاراتها المعنية بكامل توجهاتها لإثراء الحركة السياحية في مصر، نسيب قلة قليلة من الناس اللي هي بتتعامل بجهل وبطريقة منفرة للسائح، مش جاذبة ليه، بنسيب شوية دول يخربوا مجهود دولة كاملة. وبعدين إحنا بنتكلم على مصر اللي هي فيها أكتر من تلتين أثار العالم، نتكلم على دولة يعني مفيش زيها فيما يتعلق بتكامل عناصر الطقس الجيد مع المزارات السياحية مع طبيعة الشعب. يعني ليه نبوظ الطبخة دي كلها على شوية ملح؟ وليه سايبين شوية ناس من غير فعلا ما يكون في قانون رادع ليهم يخلي أي حد يفكر يعمل حاجة لطيفة من اللي هما بيعملوها، يفكر بدل المرة مليون لأنه عارف كويس قوي إنه هينتج عن ده إيه؟ إحنا في أمس الحاجة ده، وفي أمس الحاجة لأن إحنا نستوعب فكرة إن المردود القادم للدولة من السياحة ده من أهم مصادر الدخل القومي. أنا بتفق معاك مليون في المية، ونتمنى إن ده فعلا يكون في تغيير شوية. وإن أنا أتفق مع أستاذ أحمد، طبعا قل يمكن عن زمان لكن لسه موجود، فنتمنى يكون في فعلا متابعة محاسبة للفئة دي، لأن هي دي أكتر فئة للأسف بتضر السياحة المصرية للأسف الشديد. سائح واحد أو سائحة واحدة لو كتب حاجة طبعا ده مش، لا دلوقتي عدينا مرحلة الكتب، ده في فيديوهات بتتعمل، فممكن فيديو واحد مدته دقيقتين فيه سائح او سائحه بيبدو اندهاشهم من ايه المعامله دي اللي اتعملت، عشان معامله فرديه فيبتدوا يضروا السياحه في مصر. طبعا لا، احنا مش هنقبل بحاجه زي كده. صحيح. مش هنقبل بحاجه زي كده ابدا يعني. طيب على كل حال تعالوا بقى نرجع لبقيه اخبارنا. احنا قلنا لكم في اول حلقتنا النهارده عندنا اخبار حلوه كتير، من ضمنها طبعا خبر متعلق بفوز نعمه سعيد لاعبه منتخب مصر لرفع الاثقال بثلاث ميداليات ذهبيه في وزن تحت 71 كيلو جرام في بطوله افريقيا اللي اقيمت مؤخرا في تونس. بالمناسبه هي واحده من البطولات التاهيليه المؤهله لاولمبياد باريس 2024. نسمع نعمه سعيد من اهم اللاعبات في مصر وفي افريقيا، واحده من المرشحات للوقوف على منصات التتويج في اولمبياد باريس ان شاء الله 2024 باعتبارها بطله افريقيا وبطله العالم على مستوى الشابات والسيدات. مليون مبروك، ومستنيين منها كتير ان شاء الله في اللي جاي. مستنيين كمان كتير من منتخب مصر يا كريم لألعاب القوى البارالمبية اللي فاز ب 11 ميدالية في بطولة الحمد لله يعني الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية، بجد حاجة محترمة اللي أقيمت طبعا في إيطاليا، وإحنا كنا متابعينها يوم بيوم هنا في 10 الصبح في الأهلي. 5 ميداليات ذهبية واثنين فضية وأربعة برونزية، حاجة الحقيقة تدعو للفخر بشكل كبير جدا. يعني اللاعبين بتوعنا حققوا العديد من الإنجازات في هذه البطولة، يعني 6 لاعبين كمان تأهلوا ل يعني بطولة العالم طبعا المؤهله هنا للدوره البارالمبيه القادمه في باريس 2024، وده الهدف الاساسي اصلا كان من البطولات دي. فالف مبروك لينا كلنا، لكن اكيد عايزين برضو نعرف تفاصيل اكتر عن انجازات مصر في هذه البطوله تحديدا. خلينا ناخد على التليفون كابتن شعبان الخطيب عضو اللجنه البارالمبيه ورئيس البعثه. يا كابتن خطيب يعني بونجور على حضرتك طبعا في البدايه. بونجور يا استاذ هوان، بونجور يا استاذ كريم. بونجور جدا يا فندم، اهلا بيك. ازاي عليكم؟ يا رب منورين دايما قناه الاهلي يا رب يا عزيزي. والله انتوا اللي منوريننا ومنورين مصر حقيقي، والله بجد احنا فخورين وسعداء بكل انجاز ابطالنا بيحققوه البارالمبيين، حاجه محترمه جدا. خلينا نتكلم بقى عن هذه البطوله وكواليسها والتفاصيل، نسمع منك. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اعدادات احنا بدايه
لعبه العاب القوى كانت سباقه ان هي بتجيب لنا ميداليات في دوره اتلانتا ودوره سيدني ودوره اثينا ودوره بكين. جميع الدورات البره الاولمبيه كانت العاب القوى موجوده دائما بقوه ولكن في طوكيو الاخيره دوره طوكيو كان حصيله الالعاب القوى ما فيش ميداليات خاصه بالعاب القوى. مجلس اداره اللجنه البره الاولمبيه الجديد الحديث بدا يدي جميع اللاعبات اهميه خاصه وخصوصا العاب القوى. وانا بصفتي عضو مجلس اداره اللجنه البره الاولمبيه وبطل بارالمبي سابق في العاب القوى بدفع الجله طبعا فوجودي كعضو مجلس اداره بدات اهتم باللعبه الخاصه بيا كالعاب القوى وبدانا نشكل جهاز فني جديد دي ونبدا نضم عناصر جديده عشان تكون العاب القوى موجوده في التمثيل القادم ان شاء الله في الدوره البارالمبيه في باريس. فبدا نكون عناصر كوننا منتخب من 8 لاعبين في العاب القوى مع تكوين جهاز فني جديد بدانا نشوف نعمل استمار بقى بتاع تكوين المنتخب ده من سنه او سنه ونص. وصلنا في النهايه ان احنا نمثل مصر في بطوله الجائزه الكبرى بايطاليا 23 في الفتره ما بين 8 و 15 هذا الشهر. كان معانا 8 لاعبين، 4 لاعبين للغير رمي و4 لاعبين لسباق المضمار للجري. ونجحنا في اول يوم في السفريه بتاعتنا ان احنا قعدت مع الجهاز الفني ومع اللاعبين وحسيتهم يعني ايه ان احنا نرفع علم مصر في محفل عظيم زي المحفل اللي احنا موجودين فيه ده. فكان اول ثمار مجهود وثمار اللجنه البارالمبيه بقياده الدكتور حسام الدين مصطفى وبرضه بفضل الجهاز الفني الموجود بقياده الكابتن محمد عيسى مخلف ان احنا نبص نلاقي اولادنا جايبين 5 ميداليات ذهبيه واثنين فضه واربعه برونز. كان من الخمس ميداليات الذهبيه عندنا يعني لو تسمحوا لي اقول اسامي طبعا احنا بنفتخر بيهم طبعا. يعني احنا عندنا مثلا الكابتن كريم محمود عبد التواب لعب 100 متر و200 متر جاب ميداليه ذهبيه هنا وميداليه ذهبيه هنا. وببشر الشعب المصري ان كريم يعتبر الرقم اللي هو عمله في البطوله ديت وهي دي البطوله التاهيليه اللي اللعيبه اللي بتاهل منها بيسافروا بطوله العالم ان شاء الله في فرنسا في شهر يوليو القادم. كريم عبد التواب عمل رقم جديد وان شاء الله بالرقم ده لو حققه لنا في الدوره البارالمبيه القادمه هنحصل على ميداليه في التتويج في 100 متر يا مسهل في 44 يا رب ان شاء الله ده يحصل فعلا. طيب حصل كريم على 2 ذهب وحصل اللاعب عبد العزيز هاشم على ميداليه ذهبيه برضو في 47 في سباق 100 متر كويس. حصل الكابتن ابراهيم بدر في قصف الفرس على الميداليه الفضيه والذهبيه في رمي الرمح اف 56 ما شاء الله. يعني الذهبيه الخامسه كانت من نصيب الكابتن محمد كمال اف 37 في قصف القرص حقق لنا الاول ميداليه تحقق لمصر في هذه البطوله كانت من نصيب كابتن محمد كمال. بص يا كابتن خطيب انا هقول لك على حاجه لان ايه احنا مش عايزين ننسى ناس، احنا عايزين حضرتك تنورنا في فقره هنا نتكلم ولو حضرتك تقدر تجيب حد من ابطالنا معاك يبقى رائع جدا ونتكلم بالتفاصيل لان احنا حقنا ان الناس لازم تسمع كل الكواليس وتعرف الابطال دول شكلا ويسمعوا قصتهم ويشوفوا النجاحات اللي بتتحقق على الارض، ده مهم جدا لو وقت حضرتك يسمح يعني. ان شاء الله دي نقطه في غايه الاهميه. قبل برضو ما نختم مع حضرتك انا عايزه اروح لنقطه اخيره، لو في اي حاجه حضراتكم محتاجينها، في حاجه ناقصه، في حاجه رساله حضرتك عايز توجهها دلوقتي، لو في اي مسؤول وزاره الشباب والرياضه او غيره من الاتحادات بيسمعونا، يعني انا اعتقد ان دي فرصه كويسه جدا لان احنا في الاول وفي الاخر بنتمنى من خلال برامجنا ومن خلال الاعلام ان احنا نساعد ان احنا نكون يعني زي ما بيتقال كده اداه وصل ما بين الابطال بتوعنا وما بين الجهات المعنيه، فلو في اي حاجه حضرتك حابب تقولها بخصوص الشان ده اتفضل يا كابتن خطيب. بص يا فندم احنا بكل المقاييس وانا في اثناء انا يعني معلش انا كرئيس بعثه كنت يعني مش رئيس بعثه بس لا ده انا كنت بنزل
وبدي الصوره اللي حضرتك بتتكلمي عنها ديت، ان انا قبل ما الاولاد يلعبوا كنت انا يعني معلش بعتبر نفسي اعلام بديل، ان انا ببث للاولاد بتوعنا ازاي ان احنا بنلعب وازاي ان احنا بنحقق الانجاز التاريخي ده. كويس. وصلت حضرتك ان احنا نجيب الخمس ميداليات والاثنين الفضه والاربعه البرونز، ولكن في النهايه بشكر القياده السياسيه في فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان زي ما حضرتك متابعه بقى الشأن البرالم دي واهتمام بذوي الهمم. صحيح. ما فادنا فرصنا، لان انا بتكلم بصفتي كنت لاعب سابق ودلوقتي مسؤول في مجلس الاداره. احنا في ازهى عصور اهتمام القياده السياسيه بذوي الهمم. انا اتفق معاك. وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي حضرتك جه يعني اجتمع معانا في مجلس الاداره يشوف اي اهتمام او اي متطلبات تساعد اللجنه البارالمبيه. رائع جدا رائع. اللي المجال اللي احنا فيه حضرتك، شوف انت حضرتك بتقول عايز انا اوصل رساله للمسؤولين فيه، احنا في الفتره دي معلش ما فيش منتخب بارالمبي الا لما بيمثل بتكون جميع العقبات كلها مزاله. طب وليه معلش؟ يبقى ده مش معلش، دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه مش معلش. يعني دي حاجه رائعه كمان، نتمنى المزيد. يعني احنا نطمن ان مفيش اي مشاكل خاصه بهذا او هذه الفئه اللي احنا بنتكلم عنها، طبعا ابطالنا البارالمبيين. طب رائع جدا. وهقول لحضرتك ان احنا عندنا كنا مشاركين بثمان لاعبين، سته منهم تأهلوا خلاص لبطولة العالم. بالظبط. انا كنت بقول كده، لا ده حاجه يعني بجد، لا يعني بجد حاجه تدعو للفخر بكل المقاييس، ده مش مجامله يعني. بالتوفيق ليهم ان شاء الله، واحنا واثقين برضو ان في باريس 24 البارالمبيين هيجيبوا لنا اكتر من يعني الالعاب الاولمبيه العاديه. فبالتوفيق طبعا للاثنين، بس هو ده دايما للاسف اللي بيحصل، ان مش الاثنين بيفوزوا بنفس العدد، لا عندنا فئه هي اللي دايما بتكتسح واحنا فخورين بيهم. على كل حال كابتن خطيب بشكرك جدا، وزي ما اتفقنا وحضرتك وعدتنا تكون معانا ان شاء الله في فقره هنا يعني في 10 الصبح في الاهلي، ومعانا او يكون معاك احد ابطالنا كمان في هذه الفئه. هرجع بس للنقطه اللي قالها يا كريم، لان الابطال البارالمبيين فعلا، ودي شهاده حق، سنوات طويله جدا انت كنت تسمع اصلا عن ابطال بارالمبيين. هاخدك مثلا 10 سنين فاتوا ولا حد كان بيسمع مين ابطالنا، مين هم؟ اذا كان كنا يا دوب بنعرف كم اسم من ابطالنا العاديين اصلا، لكن اللي هو في الاولمبيات العاديه وحد غير كره القدم، يعني كنا كل التركيز الاساس في الاول وفي الاخر كره القدم، ومش هي كانت وقتها الرياضه ابدا اللي بتفرحنا يعني. لكن في طفره حصلت بشكل كبير جدا لما يبقى فيه اهتمام فعلا من فوق، زي ما كان كابتن احمد او كابتن خطيب بيتكلم، من القياده السياسيه. ده بينعكس بعد كده على ان لازم هيكون في تغيير في المجتمع، فده شهاده حق تتقال، فئه فعلا قدرت ان هي يبقى عندها تغيير كبير جدا على الارض في حياتها كمان. فلا ده شيء يحترم بصراحه وملموس، اهم حاجه ان يبقى الشغل ملموس على الارض. ف كون ان في مبدئيا كده توجيهات من فوق بمراعاه، تاكد ان هيحصل. لا يعني غير انه اكيد هيحصل، انا بتكلم على ان انا واحد من الناس نفسي ان ما نبقاش مستنيين اي توجيهات جايه من فوق، نبقى من النص ومن تحت كلنا مقتنعين بجدوى امور معينه ونشتغل عليها. احنا بنتكلم على فئه استثنائيه من المواطنين ومن الرياضيين بصفه خاصه، ومن قديم الازل طبيعه الرياضي من ذوي الهمم المصريين ليهم خصوصيه شديده جدا. سبحانك يا رب، ربنا بيقطع من حته وبيوصل لحته زي ما بيتقال بالتعبير الشعبي الدارج. ودايما اي اصحاب همم من اي جنسيه دايما بتلاقي عندهم خصائص البطل متحققه، لكن قرني بين اي واحد منهم وبين واحد من المصريين هتلاقي ان البطل البارالمبي المصري ليه خصوصيه شديده جدا، عنده قدره استثنائيه على التعامل وعلى الانجاز في ظل شبه غياب كامل لاي موارد لاي دعم لاي حاجه. احنا بنتكلم على رياضيين بيقعدوا يفطروا على عربيات فول، يعني مش بنتكلم بقى على ناس معاهم اطباء متخصصين ومعاهم دعم ومعاهم امكانيات، ومع هذا بيقلبوا الدنيا في اي دوره بارالمبيه بيشاركوا بيها. وزي ما نهاوند كانت بتقول لحضراتكم من شويه، ما في مره بعثتين مصريتين سافروا لدورات اولمبيه وبارالمبيه غير لما تلاقي ان اللي راجعين من ابطالنا البارالمبيين محملين بزكايب من الميداليات الذهب والفضه والبرونز تكاد تكون اضعاف مضاعفه اذا ما قورنت بعوده
ابطالنا الاولمبيين، وانا معاكي طبعا ان احنا اكيد بنتمنى التوفيق للاثنين، لكن الحاجه الاكيده ان احنا بنتكلم على فئه تستحق مننا كل الاحترام وكل التقدير وكل اشكال الدعم الممكنه والغير ممكنه. بصراحه فئه مهمه جدا وبنفخر لما يكونوا حتى ضيوفنا. بس عايزه سريعا اعلق على نقطه فكره ان لازم القرار يجي من فوق في بعض الملفات اللي المجتمع بيكون مش مالوفه عنده، فانت لازم تفرضها علشان يبدا المجتمع يتقبلها. زي زمان لو انت فاكر الكوتا في مجلس النواب للمراه، ناس كانت تقول لك ليه كوتا وليك، عشان المجتمع ما كانش لسه فاهم ان مشاركه المراه السياسيه والتمكين السياسي ده حق من حقوقها على فكره، بيكفله لها الدستور، لكن قانون كان موجود لكن المجتمع كان لسه مش قابل ده وفقا للقوانين يعني. لكن انت لما تيجي برضو هنا تتكلم عن الفئه دي، لا انا الفئه دي هدرجها في المجتمع وهنقبلها في المجتمع وهنؤمن ان هم فئه منتجه لان هم كده. فابتدى المجتمع يتغير. كنا حتى بنسمع منهم زمان يقول لك لا كان بيبقى فيه تنمر، كان بيبقى فيه ناس بتغلس عليا في الشارع، الكلام ده ما بقاش موجود، بالعكس العكس صحيح، بقينا نفخر بيهم، بقينا نشوفهم، نحب ان احنا نسالهم اخباركم ايه، الرحله بتاعتكم كانت عامله ازاي، الكفاح بتاعكم كان شكله عامل ازاي، انتوا قدرتوا ازاي من الصعاب من لا شيء تصنعوا نفسكم كابطال يعني. كل ده حاجات احنا بقينا نسمع منهم، وقمه الاحترام كمان في الكلام وفي القصص اللي بتسمعها. ف هي دي لا بجد في تيرن اوفر حصل بشكل كبير في المجتمع المصري، فده احيي عليه المجتمع المصري فعلا، يبقى في ثقافه تماما مختلفه في البيوت وفي الشارع، دي حاجه حقيقيه. طيب احنا لسه عندنا اخبار كتير عايزين ندردش مع حضراتكم فيها، ولكن خلونا الاول ناخد فكره كده ولو مبسطه عن حاله الطقس النهارده ودرجات الحراره في محافظات مصر المختلفه. هنشوف معاكم هذا الجراف ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. مرحبا بحضراتكم اكيد مره كمان، وخلينا دلوقتي نتابع زي ما احنا متعودين اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه مع مراسلتنا، هتكون معانا ساره حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا ساره بونجور عليكي طبعا، وسامعينك تفضلي قولي لنا اخبار طبعا الاخبار الاخيره كمان للنادي الاهلي والفرق، وعايزين الاجواء كمان داخل الفرع عندك، تفضلي. صباح الخير يا نهاوان طبعا، وبصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوان طبعا يعني حاليا انا متواجده داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم يعني كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خليني قبل ما اتكلم يعني طبعا عن كل الاحوال والامور المتعلقه بجميع الفرق، يعني زي ما انت قلت يا نهاوان يعني اقول لك طبعا يعني الاجواء هنا من داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن خليني اقول لك الاجواء يعني لحد ما الاجواء هاديه لسه، يعني الاعضاء يعني بدات تتوافد على مقر النادي الاهلي في الساعات الاولى من صباح اليوم. يمكن كالعاده يعني دايما المتواجد عدد بسيط من يعني الكبار السن داخل مقر النادي، واكيد بيجوا دايما يعني بيستمتعوا بالاجواء يعني داخل مقر النادي، او يعني بيجوا يتمرنوا بعض التمرينات الجري حول يعني التراك في ملعب مختار التتش، او بعض الناس يعني بتحب تيجي تعمل علاج طبيعي في يعني الساعات الاولى من صباح اليوم. فالعدد المتواجد هنا بسيط جدا، ويعتبر يعني بس هم كبار السن من اعضاء النادي الاهلي. ده بالنسبه للاجواء من داخل مقر النادي الاهلي. خليني بقى اروح لجميع يعني الفرق الرياضيه، وكالعاده هبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم، ولسه يعني طبعا تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي، الاستعدادات متواصله داخل يعني طبعا يا كريم ونهاوند داخل مقر النادي على ملعب مختار التتش. الفريق بيواصل تدريباته بشكل طبيعي استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله امام الترجي التونسي، والمقرر المباراة يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة في تمام الساعة 9 مساء، وده طبعا يعني مباراة الإياب في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النصف النهائي. ان شاء الله طبعا في حاله التعادل او فوز النادي الاهلي في المباراه هيتاهل للدور النهائي او المباراه النهائيه من بطوله دوري ابطال افريقيا. وكمان خليني افكر الساده المشاهدين ان النادي الاهلي منتظر يعني الفائز من مباراه سان داونز والوداد المغربي يوم السبت المقبل، واللي هتقام في جنوب افريقيا الساعه 4 العصر، ودي برضه هتكون مباراه الاياب بالنسبه لفريق سان داونز والوداد في النصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني اروح بقى جميع الالعاب الاخرى والرجال كرة السلة، كتيبة طبعا مستر أجاستي إبوش وأبطال بطولة الدوري اللي تاني مرة على التوالي بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، يعني يمكن أخدوا راحة بس يا نهاوند كريم لمدة يوم واحد بعد الفوز والتتويج ببطولة الدوري،
بعد كده قرر مستر أوجستي بوش يعني يغلق صفحة التتويج ببطولة الدوري، والتركيز طبعا في المهمة وفي يعني البطولة الأهم والأصعب يعني الفترة القادمة والأيام القادمة إن شاء الله، وهي بطولة البال أو دوري الإفريقي لكرة السلة اللي هتقام إن شاء الله في رواندا. يمكن الفريق النهاردة إن شاء الله هيواصل تدريباته بشكل طبيعي، وبكرة الفريق هيسافر لرواندا استعدادا لخوض النهائيات في بطولة البال أو البي أي أل طبعا في رواندا. وإن شاء الله أول مباراة بالنسبة لي فريق النادي الاهلي هتكون يوم السبت امام فريق او بطل رواندا فريق ريج الرواندي ان شاء الله، ده هيكون يوم السبت واول مباراه بالنسبه للنادي الاهلي في الدور الثمانيه من البطوله. كمان يعني النهارده ان شاء الله هيكون في العديد من المباريات يا كريم ونهاوند بالنسبه لجميع الالعاب الاخرى. طبعا عارفين يعني السيزون خلص بالنسبه لكره الطايره وسيدات كره السله، ولكن بالنسبه لي يعني طبعا تنس الطاوله وكرة اليد لسه المواجهات يعني مستمرة. النهاردة إن شاء الله يعني هتبتدي الختام الدورة المجمعة الأولى بالنسبة لتنس الطاولة. النهاردة رجال تنس الطاولة هيواجهوا نادي الزمالك وإمبي في ختام الدورة المجمعة الأولى بالنسبة لبطولة الدوري العام لكرة تنس الطاولة، واللي هتقام إن شاء الله على صالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. أول مباراة هتكون الساعة 10 وتاني مباراة هتكون الساعة 4، وده بالنسبة لرجال تنس الطاولة. بالنسبة لسيدات تنس الطاولة هتكون المواجهة مع نادي الزمالك ونادي جزيرة الورد. نادي الزمالك ان شاء الله اول مباراه هتكون يعني الساعه 10، وبعد كده الساعه 3 المباراه الثانيه، ده بالنسبه لسيدات تنس الطاوله. كمان النهارده ان شاء الله يعني مباريات السيمي فاينل في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه واللي مقامه طبعا واللي بيتم تنظيمها على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي واللي بينظمها طبعا النادي الاهلي. بطوله افريقيا لكره اليد النهارده في مباراه السيمي فاينل النادي الاهلي هيواجه بطل السوبر الافريقي، ده بالنسبه للسيدات، وهو باترو اتلتيكو من أنغولا. مباراة النهاردة إن شاء الله هتكون الساعة 1:30 على صالة أمير عبد الله الفيصل. وكمان رجال كرة اليد هيكون عندهم مباراة مع رجاء أغادير المغربي، وهتكون المباراة الساعة 9، ودي كلها مباريات يعني سيمي فاينل. وبكرة إن شاء الله هتكون مباريات الثالث والرابع والفاينل طبعا بالنسبة للسيدات والرجال على نفس الصالة، صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. وكمان خليني أقول لك يا كريم ونهاوند، يمكن على هامش البطولة إمبارح يعني كان في حفل تكريم من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بالنسبة للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. امبارح كرموه يعني طبعا في حفل يعني امبارح بالليل كان الحفل، وكان فيه الحضور العديد يعني من الشخصيات يعني القريبة للدكتور حسن مصطفى، وطبعا في الرياضة وفي عالم كرة اليد كان متواجد طبعا الكابتن حسن حمدي والمهندس عدلي القيعي، ويعني كمان دكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد، والدكتور مدحت البلتاجي يعني نائب اول لرئيس الاتحاد. يعني كان في العديد من الحضور والكل كان متواجد طبعا عشان يكرم يعني واحد يعني رمز من رموز الرياضه وفي عالم كره اليد الدكتور حسن مصطفى، فكانوا حريصين جدا ان هم طبعا يكرموه يعني كمان على هامش البطوله، البطوله الاهم وهي بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد. يمكن دي انا هواندو كريم كانت يعني كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك انا هواند، تفضل. سالة، احنا كالعادة اكيد نشكرك جدا على التغطية الاكثر من رائعة، واحنا شايفين عندك دلوقتي الاجواء غالبا ان الجو حلو جدا في الساعات اللي احنا فيها حاليا، فاعتقد برضو في توافد كبير في الباك جراوند شايفين من الاعضاء. على كل حال نشكرك جدا على هذه التغطية الرائعة كالعادة. تعالوا بقى نروح لخبر متعلق بنجم استثنائي. يعني احنا على مر العصور دايما كل فترة الأقدار بتبعت لنا نجوم في كرة القدم، نجوم استثنائية في مهاراتها وفي كل حاجة تخصها، لكن كلهم كوم وحد باسم بيليه كوم تاني. عايزين نعرف حضراتكم ان امبارح فتحت البرازيل ضريح هذا اللاعب الأسطوري بيليه، طبعا هذا الضريح المطلي بالذهب فتحته امام الجماهير بعد مرور 6 شهور على وفاته. طبعا حضراتكم فاكرين بيليه كان رحل عن عالمنا يوم 29 من ديسمبر الماضي عن عمر يناهز 82 سنه بعد رحله صراع مع المرض. تم دفنه في مقبره ايكونوميكال ميموريال بمدينه سانتوس البرازيليه، والضريح بتاعه هو ضريح شاهق مكون من 14 طابق وبيحمل الرقم القياسي العالمي لموسوعه جانس لاطول مقبره على وجه الارض. الضريح حاليا فيه تمثالين من الذهب لهذا اللاعب الفذ، وجثمانه موضوع داخل مربع ذهبي كبير معروض في منتصف مساحه 200 متر مربع في غرفه مغطاه بالكامل بالسجاد من العشب الصناعي. الضريح بالقرب من الملعب اللي لعب فيه بيليه معظم مسيرته الكرويه، ويا لها من مسيره، احنا بنتكلم عن لاعب
فز بكل ما تحمله كلمة من معنى. احنا عرضنا طبعا وقت الوفاة وعرضنا كمان الجنازة، اتكلمنا طبعا الفترة اللي هو توفي فيها تقريبا 6 شهور، واتكلمنا كمان يا كريم عن الضريح اللي هو كان فريد من نوعه طبعا، هو زي يعني طوابق او زي عمارة من 14 دور، وكل دور عبارة عن برضو ضريح لاشخاص مختلفة، يعني هو شكله مختلف او حاجة كانت يعني مش مألوفة في العالم طبعا كله، لكن دلوقتي احنا بنتكلم عن افتتاحه، الناس تقدر تروح، الناس تقدر تزوره. يعني على كل حال هنرجع نقول تاني، بيذهب الشخص لكن الاسم بيبقى طبعا، والتاريخ اكيد طبعا هو اللي بيبقى. قبل ما نروح بقى فاصل، لان كان في برضو من الحاجات اللي على السوشيال ميديا عامله فيورشيب او عامله تراك او عامله يعني شير بشكل كبير جدا، كان خبر ما اعرفش انت سمعته ولا لا تحديدا كده، خليني اقراه لحضراتكم. المنشطات كانت الكومن يعني تقول لك ايه بقى، بسبب مبابي باريس سان جيرمان يريد التخلص من حكيمي. ليه بقى اتقال الموضوع ده؟ لان قريناها كتير قوي في صحف مختلفه ومواقع مختلفه. هو اتقال ان حكيمي طبعا اشرف حكيمي بالمشاكل اللي عنده مؤخرا الشخصيه اللي هي خاصه بيه طبعا، الملف اللي هو متورط فيه والمشاكل مع مراته والحاجات اللي زي كده اثرت بشكل كبير جدا على ادائه في الملاعب صحيح. وبالتالي اثرت على اداء الفرقه كلها، ومبابي واشرف حكيمي من اللعيبه القريبين جدا على المستوى الشخصي كمان لبعض. فقال لك بي اس جي بقى خايف او قلقان على مستوى اللعيبه الاخرى من اشرف حكيمي، بما ان هو مستوى تراجع بشكل كبير جدا وملحوظ في الفتره الاخيره، مما كاد يؤثر ان هم يعني يقرروا الاستغناء عنه. هل الكلام ده بقى مظبوط ولا لا؟ مفيش لسه اي حاجه يعني موثقه او قرار او بيان طلع بشكل رسمي، لكن ده المتداول حاليا من اخبار. فطبعا هي ليست افضل حاجه أكيد. ولو حصلت بشكل فعلي، لان اللعيبة في الأول في الآخر بشر، يعني اللعيبة في الأول في الآخر بشر زينا، كلنا بنمر بحاجات زي كده في حياتنا الشخصية أو على أي أصعدة أخرى. فمش فار يا كريم أن أنت في فترة تراجع بعض اللعيبة عندك لأمور هو مش في إيده، أن أنت تبتدي تحس أن التراجع ده هينتج عنه أن أنا هستغنى عن خدماته. فلا يعني إحنا مش ماشينز في الأول في الآخر. الحاجة يعني الأكيدة أن أشرف حكيمي طبعا لعيب كبير، لكن الحاجة الأكيدة أن هو في الفترة الأخيرة بيمر يعني بمرحلة تعتبر من أسوأ مراحل حياته الكرويه على الاطلاق. يمكن كمان القضيه اللي هو اتورط فيها، طبيعه القضيه دي يمكن بيبقى دايما ليها ردود افعال ساعات بتكون فيها شيء من القسوه، نظرا لعدم تقبل المجتمع في الغرب بشكل عام للنوع ده من القضايا. طبعا ده كلام تزامن مع المشاكل كمان في حياته الزوجيه وانفصال زوجته عنه، كلام كتير اتقال في هذا الاطار. يعني ما كناش نتمنى ان الكلام ده يبقى بيتقال على اشرف حكيمي، لان اشرف حكيمي لعيب استثنائي ولعيب كبير ولعيب يعني لفت انظار العالم كله الحقيقه، مع منتخب المغرب كمان قبل ما يكون يعني احد العناصر القوه في باريس سان جيرمان، كمان مع المنتخب المغربي لفت انظار العالم كله، حتى لحظات الاحتفال اللي كان بيحتفل فيها بارضيه الملعب مع والدته والصور الشهيرة اللي انتشرته في هذا الوقت، ده ادى عنه انطباع معين. الصورة دي اتهزت بشكل كبير نتيجة طبيعة القضية اللي هو اتورط فيها. يعني بنتمنى ان ينصلح الحال ان شاء الله لكل اللعيبه المختلفه والمميزه، وخصوصا العرب. انا معاك، لان كمان مش بس فكره هنا التراجع في الاداء، لا كمان اصبح عنيف في الملاعب، وطبعا اتطرد قبل كده، ودي حاجه يعني غير مسبوقه الى حد كبير يعني. فده ادى برضو ليه، او ليه الطرد ده كان بسبب مشاجرات كانت عنيفه جدا في الملعب في مباريتين مختلفتين من يعني خناقه باليد يعني لا طبعا برضو ده سلوك اكيد كلنا ضده، لكن في الاول في الاخر اكيد النادي لازم يدرس بشكل يعني محترف هل فعلا يستغنى عن خدماته، لان هو ده الحال ولا هي فتره ومفروض ان هم يساعدوه على تخطيها. هيبان على كل حال. احنا بقى بالنسبه لنا الفقره الاولى خلصت، هنروح فاصل ونرجع عشان نروح للفقره الثانيه بحضراتكم ونستقبل اولى فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. عوده من جديد لعشر الصبح في الاهلي، اهلا بكم مره ثانيه. والحقيقه لعبه الكانوي والكاياك يعني كل فتره والتانيه بيبقى لها يعني مستجدات وتطورات، اكيد بنكون دايما حابين ان احنا نتعرف عليها ونعرف حضراتكم عليها، وخصوصا لو اصبح هناك تطور مفيد للاستثمارات الرياضيه كمبدا عام. تعالوا نتكلم في التفاصيل دي مع ضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا، الاستاذ عمرو تمراز، عضو مجلس اداره اتحاد الكانوي والكاياك ومدير التطوير والتنميه في افريقيا لهذه الرياضه. يا صباح الخيرات واهلا بيك معانا، منورنا. صباح الخير. صباح الخير. طبعا انا لازم اقول ان انا سعيد جدا بوجودي معاكم، شرف لينا اولا في قناه الاهلي، وثانيا طبعا مع حضرتك وحضرتك اساتذه كبار والناس معروفه جدا يعني ما شاء الله. منورنا يا استاذ عمرو حقيقي، وتايتل يعني ما شاء الله من كبره بطويل يعني ما شاء الله.
اختصري. لا ده كده هنختصر مجهود كبير. لا بجد نورنا. والقناي والكاياك يمكن احنا عملنا فقره عنهم قبل كده، بس من الفقرات والرياضات المهمه اللي دايما فيها جديد واللي الناس بتبقى دايما مش قامن معاهم، فعشان كده النهارده حابين من حضرتك نبدا من الاول خالص نشرح عن هذه الرياضه، احنا كنا فين، بقينا دلوقتي في ليفل كام، خلينا نعرف منك. اولا سعيد طبعا ان حضرتك بتقول لي الكلام ده في قناه الاهلي، لان احنا عايزين نضيف لعبه الكانو كايك او نشاط لنادي كبير جدا زي الاهلي. هو طبعا احنا مش هنضم للتاريخ، لكن ممكن ننضم للتطوير. شوف اختيار الكلام اي منضم جديد من منسوبي التاريخ المحترم لنادي كل الاحوال. ده رائع جدا، يعني متشكرين ان احنا هتضمونا في التاريخ القوي ده. نور الدنيا كلها، ربنا يخلي حضرتك. هو الكانو كايك لعبه المجدف الحر، يعني اي مجدف حر هو كانو كاياك. الاتحاد الدولي للكانو كاياك الاي سي اف انترناشونال كانو فيدريشن هو عنده 19 ديسيبلين رياضات مختلفه كلها مجدف حر. لو حضرتك شايف مجدف في ايدك حر للاستخدام اذا هو كانو كاياك. اوكي. هو كلمه حر هنا مقصود بيها ايه؟ مش مرتبط، مش مرتبط بال مش مقيد. اوكي تمام. مش مربوط باي معده. اوكي. هو في ايدك انت. اوكي. فلو وقفت على بورد ومعاك المجدف اذا ده اسمه اس يو بي او تجديف وقوفا. اوكي. ستاندينج اب بادلينج. لو انا في الكاك انا بعمل كده، لو انا في الكانوي على ركبتي، لو انا في الكانو بولو، لو انا في الدراجون بوت. اوكي. لو انا في الاوشن كانوي، لو انا في سباقات ماراثون طويل جدا 26 كيلومتر مثلا، لو انا في بارا كانوي، اي سلالوم، كل دي تفريعات مختلفه كل ده نفس الرياضه. اي سي اف. اوكي. بالظبط. واحنا بقى واصلين لفين، وعندنا رجال وعندنا سيدات وفي تطوير حصل. طبعًا مع طبعًا السيدات طبعًا. انا عارفه هنتكلم في الموضوع ده. لا هو صراحه ما شاء الله الاتحاد الكانوي كاك اتحاد متطور جدا وسريع في تنميته، بدا متاخرا صراحه 2009. هو كان لجنه صغيره في اتحاد التجديف، و2009 اصبح اتحاد منفصل قائم بذاته وله مجلس ادارته ولاعيبته. 2012 بسرعه جدا كان في لاعب يمثل مصر في اولمبيك جيمز لندن 2012، وبعديها اثنين لعيبه شاب وفتاه في 16 في ريو دي جانيرو، وفي طبعا في طوكيو مثلنا برضو اثنين لعيبه شاب وفتاه. وان شاء الله ناهل عدد اكبر المره. احنا بنتاهل، طب ايه اللي بيحصل بعد هو كده؟ المساله كلها دلوقتي في ان احنا ناهل. اما بالنسبه للعيبه، يعني حضرتك ممكن تتوقعي في 10 سنوات الكفاءه، درجه الكفاءه العامه للاعبين قد ايه، درجه الكفاءه العامه للمدرب اللي بقى له 10 سنين. يعني لو بدانا وبقى مدرب خلاص بقى له 10 سنين بس. فاحنا بنثقل على قد ما نقدر، بنثقل على قد ما نقدر. الاتحاد الدولي بيساعد بيدعم على قد ما نقدر. حضرتك هتشوفي مدى التطوير، انك عندك اثنين اعضاء مجلس اداره في الاتحاد المصري موجودين في لجان الاتحاد الدولي كاعضاء في الاتحاد الدولي، وده شيء يعني بالنسبه للاتحاد الدولي دعم. احنا بنعتبره دعم، مش بنعتبره كفاءه مننا اكتر من انه دعم من الاتحاد الدولي لوجود مصر على قمه الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي. رئاسه الاتحاد العربي ما خرجتش من مصر من اول وجود الاتحاد المصري. حتى السنه اللي فاتت التجديد برضو اللي هو ايمن شويته اخذها من الدكتور حافظ الغندور، بقى هو رئيس الاتحاد العربي. امانه الاتحاد العربي، امين عام الاتحاد العربي برضو مصري. دايما احنا اكتر دوله بتنظم بطولات للبطولات العربيه. ما شاء الله الصوره هنا طبعا بالنسبه لي انا اللي قبل دي واحنا في افريقيا. الصوره دي يعني انا صراحه بكيت لما كسبنا. دي كانت رائعه جدا، لان دي ان نتاج البطوله العربيه. احنا منتخب مصر لحد الدوره السابقه كانوا 7 لاعبين. احنا عندنا دلوقتي 17 لاعب كمنتخب قومي. واو. ولما جينا نشارك في البطوله العربيه شاركنا ب 30 لاعب، 29 منهم اخذوا ميداليات. ما شاء الله. واو. ما شاء الله نسبه محترمه جدا. بالظبط، يعني لحد 2014 15 كانت تونس هي اللي بتاخد معظم الميداليات. دلوقتي الكيرف اتغير خالص وبقت مصر هي جزء من التطوير ده بياخد شكل توسيع قاعده المشاركه. بالظبط. حلو. ده عشان يحصل، احنا بنتكلم على رياضه ليها خصوصيه وليها طبيعه. بالظبط. يمكن مش كل الناس كمان لو هتعتمد على نفسها كدعم مادي، اكيد مش كل الناس عندها قدره على ده. فالتفصيله دي برضو مهمه جدا، مساله تقدروا تعملوا ايه بحيث ان توسعوا دايره المشاركه ودايره جلب لاعبين ولاعبات جدد ومستقبليين ممكن يكونوا ابطال، وفي نفس الوقت مساله الدعم، لان انتوا بتتكلموا على او يعني احنا بنتكلم على رياضه
اكيد مكلفه بالمقارنه بغيرها، فبتهندلوا الموضوع ده ازاي؟ هقول لحضرتك، عايز ابتديها من الدوره السابقه بقياده مستشار محمد سراج الدين السكري، وانا بعتبرها الدوره اللي قبل دوره مجلس الاداره دي هي النهضه الحديثه لرياضه كانون كاف في مصر الصراحه. يعني دعم الوزاره طبعا استاذ دكتور اشرف صبحي بالنسبه للرياضات المائيه، وده هيدعم ملف 2036، لان عندنا الشراع والتجديف والكانوي اقل الرياضات في رعايتها، فبدا ينظر لها. بدا المستشار محمد سكري بالدعم والكوبريشن معاهم، عمل بطوله في العالمين في 2019 ودي كانت افريقيا، في الاقصر احنا بننتشر في الاماكن، في الاقصر عملنا في 2018 بطوله عربيه ونيل دولي في الاقصر، دلوقتي عملنا في المعادي دي في محافظه البحيره، احنا بنحاول ننتشر في الاماكن وبنحاول نقيم انديه جديده، لكن اقامه النادي زي ما حضرتك قلت محتاجه معده. المعده دي غاليه جدا، فبدانا ننتج قوارب صناعه مصريه. انتاج القوارب الصناعه المصريه للتدريب. كويس. ما تبقاش المسابقات. فبحتفظ بالقوارب المسابقات عندي الغاليه دي لما اكون اعمل بطوله افريقيه او لمنتخب قومي فقط. طب ليه مش للمسابقات لسه؟ يعني ما وصلتش للمواصفات ال مش, مش هتوصل يعني مش هتوصل. انا بحب الصراحه. لا 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 كلميني انا عن الصراحه، انا معروف جدا. طب بعدين قالها لك خلاص مش هتوصل. لو وصلت مش هتوصل. لا اصل دي مش كفاءه عامل. لا دي مش كفاءه عامل. امكانيات ايه مثلا؟ لا لا دي الماتيريالز. انا عندي ماتيريالز مش موجوده، مش هقدر استوردها. اوكي. هتكلف اكتر من لان انا يعني الاسباب كتير. مش للرياضه دي اتحاد؟ اتحاد موجود. طيب مش المفروض كون ان في اتحاد ما معني برياضه ما معنى كده ان في دعم ما للاتحاد ده؟ من مين؟ من الدوله، من وزاره الشباب والرياضه. هقول لحضرتك الدعم او دي حاجات انا اسال عنها افريقيا من الاتحاد الدولي، يعني دي من بنود عملي. دعم للاتحادات المصريه او الاتحاد الكانوني بالاخص بيجي عن طريقين، اما الرعايه او وزاره الشباب والرياضه. وزارة الشباب والرياضة دعمها مخصص 1 2 3. الرعاية دعمه مخصص 1 2 3. طب 4 و5 و6؟ لا مش موجود. حل المعضلة دي ايه؟ اذا الاندية تكتر، لعيبة تدفع ريجستريشن، تدفع تسجيل لاعبين. الاندية تقوم بدورها لرعاية البطولات. طب واللعيبة الغير قادرة على الدفع؟ ما احنا لا 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 ما بيدفعش. لا لا مش اللاعب، النادي. النادي هو مديرية شباب ورياضة للنادي. ويجيب رعاية للنادي. ودلوقتي احنا في عصر جديد خالص هو عصر الرعايات. طبعا ده مهم جدا. لو ما جبتش رعاية انت ما عندكش انكم خالص. ما فيش دخل. فلازم يبقى في رعاية، لازم يبقى في رعاية طبعا. ولازم يبقى عندك ماركتير في الاتحاد بتاعك. عشان يبقى عندك رعايه وتقدر تجلب معلنين لازم تبقى الرياضه بتاعتك ليها قاعده من الشعبيه تسمح لها ان هي تدخل وتدعم وتعرف. بالظبط. في نقطتين من خلالها ممكن حضرتك تجيب رعايه. الاولى هو انتشار الرياضه عن طريق البطولات. حضرتك من نص ساعه تقريبا في الحلقه كنتوا بتتكلموا على كميه الاحداث اللي تمت، صح كده؟ من وزاره السياحه او من وزاره الشباب والرياضه بتتكلم عن السياحه الرياضيه. مظبوط. السياحه الرياضيه والاستثمار الرياضي مرتبطين جدا دلوقتي، وده كلام قديم صراحه في دول اوروبيه كتير. انا اشتغلت 15 سنه في النرويج في مدير فني واخدت شهادات كتير قوي، الماجستير والدكتوراه والكلام ده كله. فمساله الاستثمار مرتبط، يعني المجرى الدولي اللي حضرتك عرضتيه من شويه ده اللي احنا بنبنيه دلوقتي ده موجود من السبعينات. معانا فيديو ليه لو نعرضه يا جماعه. السبعينات والثمانينات. فبدانا نختار. بدانا نختار هنا. اول ما اخترنا المكان من بحيرات، طبعا في بحيرات كتيره جدا في مصر. واحنا بالنسبه لنا البحيره هو الاساس مش نهر النيل، لان نهر النيل فيه كارنت. في كارنت في تيار. طيار. فما اقدرش اخده مواصفات دوليه. أوكي. لازم يكون ديد ووتر. لازم المايه دي تكون ثابته ولها عمق معين، لها مواصفات. فاخترنا المكان ده، وكان لازم نقنع المحافظه، الوزاره. كويس. رعاه انه يدفع، لان دي ملايين. فلقينا منفذ او اكسس على المكان هنا، وهو نادي بقريه صغيره اسمها المعديه في محافظه البحيره. وحاولنا نعمل نقيم بطوله هناك. ده بعد الشغل كله، يعني انا كنت هناك امبارح. المكان ده لحد امبارح بيتسوى بالشكل ده بعد يعني ربنا يحفظها معايا نائب المحافظ البحيره الدكتور نهال بلبع، ده لازم اشكرها صراحه كل الشكر، لان امنت بالفكره وهي اللي جابت نواب كتير جدا
من احزاب مختلفه يعني، وعملت اجتماع كبير مع وكيل اول وزاره الشباب والرياضه هناك، مدير مديريه الشباب والرياضه، ورئيس مدينه ادكو، ورئيس قريه المعديه، والهيئه الهندسيه، والثروه السمكيه، وكل المعنيين يعني، وكل الجهات المعنيه، لان الموضوع كبير فعلا. وانتوا هنا كنتوا في مرحله التجهيز؟ احنا بنجهز، انا بروح أوكي. تقريبا كل اسبوع اشراف فقط، الاشراف الدولي يعني، وطبعا ممثل عن الاتحاد المصري الكانوي بالتكليف اللي هو ايمن، بروح اخد صور وفيديوهات واعرضها عليه. وصلنا لايه؟ دلوقتي انا منتظر يعني، احنا مش هنعمل اي حاجه، لازم نعمل بيد على اي بطوله دوليه. طب اشرح لنا برضو. هقول لحضرتك يعني ده المفروض يكون 1100 متر. اوكي. ستريت لاين كده، خط مستقيم موازي للميه. تمام. بعرض من 5 ل 10 متر كرصيف. اوكي. انا بعت صور الاعداد، اديته نموذج، نموذج المفروض احنا نعمل مطابق يعني. تمام. ده زي باترون كده. لو معانا الصور برضو يا جماعه نبقى نعرضها. فبالظبط، فهنا بيحصل في البحيره دي وبحيرات مصر كلها، انا استغليت بس الفكره، بحيرات مصر كلها بيحصل لها حاجه اسمها تطهير. ده من وقت من 2013، وصراحه نظره عميقه جدا من الدوله ان انا اعمل تطهير لبحيرات مصر كلها، للثروه السمكيه. بالظبط، تطهير الميه يعني. حضرتك هقول لك، بحيره ادكو دي كانت سنه 50 مساحتها 35,000 فدان. اوبا، هيبقى كده بقى. المفروض دي بنطونات، طبعا اديتهم انا مواصفات البنطون ده او المرسى. البنطون ده 20 متر في 5 متر عرض. اوكي. هيحصل ثلاث بنطونات من دي، ده بنطون اعلامي الميديا، ده اللي في وسط الميه. أوكي. ده خط النهايه اللي هو الكور البيضه دي، فبيصور السبق وهو جاي. شكلها حلو قوي، عاجبني رائعه يعني. ده المجرى ده موجود في المجر من الثمانينات. وده بيعتمد سباقات كتير جدا، الاف اللاعبين بتروح، دول كتيره جدا فوق ال 50 دوله كل سنه، كامبات في الشتاء، دول اوروبيه تيجي عندك. استثمار رياضي رائع في مكان ثابت يحتاج صيانه فقط بعد اقامته. بس الرياضه دي هل ممارستها لازم يبقى بشكل احترافي؟ هل فيها مساحه للهوايه؟ طبعا ريكريشن موجود، هو موجود من زمان، موجود على سواحل مصر كلها، اذا كانت الشماليه او الشرقيه، موجود على نهر النيل كامل. احنا يعني من اوائل الدول اللي عندها الكلام ده في الكاياك والكانوي والاس يو بي. هتلاقي الولاد واقفين على خشب وقاعدين على مراكب الصيد، الكلام ده موجود، بس هو تطويره انه يصبح بالشكل ده، ان يعمل دخل، هو اللي ما كانش موجود. على جوانب المجرى ده هيحصل اعلانات، على ابراج الستارتات، ابراج البدايات، او برج النهايه، او الاماكن الموجوده للاعبين، او غرف اللاعبين، هيحصل اعلانات. لا، ومش اعلانات بس يا كريم يعني وعمر، خلينا نقول هنا ممكن يبقى في فندق مثلا، يبقى في فود كورت، يبقى في حاجات، لان انت خلاص انت جاي لك وفود، ممكن تستغل بقى التواجد. بالظبط، يعني ده مشروع استثماري حلو اصلا. بالظبط، المشروع ده كبير وضخم. فكل اللي انا اتكلمت فيه معاهم هو البدايات، واتكلمت مع الاتحاد الدولي يعمل سايت فيو، يجي زياره في شهر 7 بعد ما يعمل سايت فيو بكل المواصفات اللي بننفذها دلوقتي. اعتمد المجرى من اوائله كده، خلاص نعمل بيد على بطولات. هو هي الرياضه دي لازم تمارس في بحيرات الضروري يعني؟ هل في اي سباقات ممارستها مثلا في شواطئ بحريه؟ طبعا موجود، وموجود وموجود وموجود. ليه بسألك السؤال ده؟ لأن الرياضة دي برضو رجوع للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية يا نهاوند، فكرة إن أنت بتبروز الجمال اللي موجود في بلدك من خلال الشواطئ المختلفة، البحرين الموجودين عندك في مصر، أحمر ومتوسط. صحيح. عندك بحيرات كتير، فدي ممكن تلفوا الجمهورية بالرياضة دي وتعرفوا العالم بالجمال اللي موجود عندنا. هو بمناسبة بونجو، يا ريت يكون في الأرجون. عشان كل ده يتحقق. عشان نعمل تورون. بالظبط كده. كلام موزون والله. وكل الناس اللي تيجي نقول لهم ابيانتون. ابيانتون. مش هنقول لهم. بالظبط، مش هنقول لهم اوبا، هنقول لهم ابيانتون. طيب خليني اسالك برضه يا عمرو عن طب احنا هنرجع تاني لنقطه التطوير، ان ده مهم جدا والاستثمار في هذه الرياضه، بس عايز اروح برضه نطمن على اللعيبه واولمبياد ان شاء الله باريس 2024 والسيدات والرجال، وانا عارفه ان انتوا عاملين طفره كمان في الرياضه دي للسيدات او البنات تحديدا. بالظبط، في طبعا احنا من شغلي في الاتحاد الدولي هو عندنا تارجتس كتير جدا، هو الانتشار الافقي اللي هو الانديه واعداد اللاعبين، وفي الانتشار الرأسي او الكفاءه اللي هي المنتخبات القوميه. كويس. ومن المنتخبات القوميه عندنا بند اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي، هو الجندر ايكواليتي.
كويس، المساواة بين الجنسين ده مهم جدا اذا كان في المدربين او في اللاعبين. فالمعادله الصعبه دي حاولنا ننفذها في كاس العالم الموجود دلوقتي. في بعض الرؤى يعني احنا انا شخصيا انتقدت يعني كمشرف على المنتخبات القوميه ان بالنتائج الاوليه دي اللي هي في اول مرحله كاس العالم. اوكي. النتائج دي ما بتعبرش دايما في اول مرحله عن النتيجه الحقيقيه للمنتخب القومي. انت ساعات بيكون عندك اهداف ثانيه ورا وجود المنتخب هناك. ممكن رانك الدوله، ممكن تمثيل الدوله في الاي سي اف، ممكن رانك الاتحاد الافريقي كاكثر من دوله. يعني المره دي عندي ثلاث دول شاركت في كاس عالم. كاس عالم السنه اللي فاتت كان دوله واحده، بطوله العالم كانوا اثنين. طب تخيل حضرتك كاس عالم واول مرحله ثلاث دول، ده بيرفع رانك الاتحاد الافريقي كامل. فمش كل الناس بتقدر تعرف فبيجي ينتقدني في النتائج المكتوبه. طب اللاعب ده اول مره يسافر اصلا. طب انا هدي حضرتك مثال، ينفع ادرب لاعبي سباحه بدون حرط؟ ينفع ده موجود يعني في اي مكان؟ لا مش موجود. طب انا يلزمني حرط، على فكره احنا بنلعب حرات، لعبتنا حرات، انا ما عنديش حرات في مصر. الله، طب اللعبه بتمارس ازاي؟ بالظبط بالظبط. طب الالبانو سيستم ده، الستارت سيستم، الستارت سيستم ده عباره عن بوت حضرتك بتدخل فيه بالقارب، اول ما بيقول اتنشن جو البوت ده بينزل هو بينطلق. اوكي. انا ما عنديش بوت، يبقى اللاعب ده بيقف هنا امتى؟ مرنته امتى انا عليه اللاعب ده؟ صحيح. طب اديني وقت بقى حضرتك اللي هتقوله انا هوافق عليه، اديني وقت ان الولد ده يروح يمارس المساله دي في الحاره وبعدين يقف في البوت وبعدين يتعود عليه. طب مهمه في طبيعه الرياضه نفسها. ليه ما اتحلتش من زمان؟ لا يعني اكيد الناس اللي قبلنا قالوها، يعني مش لازم. طب هل هي بصدد الحل في القريب العاجل؟ اول ما ننفذ المجرى لازم هتجيب البانو سيستم. اوكي. طب بالمناسبه لو حد دلوقتي بيتابعنا وعنده مثلا ابنه او بنته حابين ان هم يمارسوا الرياضه دي، يعملوا ايه؟ ايه متطلبات الرياضه دي؟ ايه الخصائص اللي لازم تكون موجوده في الناشئ عشان نقدر نستنتج انه ان شاء الله هيكون بطل في المستقبل؟ وبعدين يروحوا فين؟ هل يروحوا يتوجهوا للاتحاد او في انديه بعينها بيبقى فيها الرياضه دي موجوده بشكل ثابت؟ يعني يتصرفوا ازاي؟ والله دي من مميزات لعبتنا او رياضاتنا اللي احنا بنشرف عليها، هي ان ما لهاش اسس انتقاء كتير غير انه بيكون بيعرف يعوم، مش سباح. اوكي. بيكون بيعرف يعوم، ده اللي هي البيزكس العاديه. بس بيكون بيعرف يعوم لان هو لما بيروح النادي، نادي رياضات مائيه، المدرب هيوجهه اذا كان هيلعب ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. الرياضات اللي بيشرف عليها الاتحاد اللي انا ذكرتها من شويه، ومساله بسيطه هو هيستمتع anyway. دخل بقى باقطاع بطوله خلاص هيتدرب بقى عدد ساعات معينه وباحمال معينه، انما هو الاستمتاع. انا دايما بقول للمدربين ان الولد الصغير او البنت الصغيره لما بيجي لك انت ما توجههاش الا ما هي تحتاج تقول لك انا عايز اكسب كده اقطع بطوله، يبقى انت المفروض تعملي كذا، انما ما تضغطش. لا، لان في فتره من فترات العمر كده هو بقى عنده توجهاته الشخصيه، هو عايز سوشيال، عايز ولاد وبنات، اهله لا ابعدوا عن المكان ده، لا خليه في النادي افيد، خليك بيج براذر. يعني المساله كلها انت عايز ايه؟ يعني هو المدرب ايه؟ لك كشاف يضيء لمن اراد. انا يا عايز سلام. دي أنا صح يا عمر. والله عجبتني. ف هي لمن اراد فعلا، ده حقيقي. لا صح، اصل الفرصه بتيجي، بس في الاول وفي الاخر اللاعب هو اللي عليه ان هو يثبت نفسه. هي مش غصب خالص. طبعا خالص. طبعا. فهو بيلعب عشان يستمتع، بيلعب عشان بيحبها، بينتقل من رياضه لاخرى، هو بيجي النادي برغبته. فانا بساعده على يكون رياضي، بساعده على يكون انسان ملتزم، بديله مبادئ. طب ايه اكتر سن بطول. عندك اكتر سن عندك يا عمرو، اصغر سن موجودين على المستوى الاحترافي مش اللي هو الاماتير؟ يعني دي نقطه مهمه جدا، وهو ان الفول اوت في مصر في رياضاتنا كبير. طب كويس. ودي من النقاط التطوير عندنا، ان الولاد لما بيكبروا بيحتاجوا تاني فلوس، مساله ماديه بالنسبه له مهمه جدا. فبيخلص شهادته الجامعيه وخلاص عايز يبطل، عايز يشتغل. صح. فانت هتوجهه ازاي للاحتراف؟ اللاعب بياخد قد ايه عشان يجيب لك ميداليه؟ طبعا سنين سنين طويله طبعاً. جدا
بس انتوا خدتوا خطوات جادة في مسألة التطوير، فبنتمنى ان شاء الله الخطوات دي تؤتي ثمارها ويبقى في قاعدة شعبية للرياضة دي في مصر اكبر واكثر كمان ان شاء الله. احنا بنشكرك على وجودك معانا، نورتنا. انا اللي بشكركم ان انا موجود معاكم والله، قناة الاهلي ربنا يوفقكم، قناة الاهلي قناة عظيمة. وان شاء الله نيجي معاك البحيرة والله بجد، لو البروجكت ابتدى يبان ممكن نصور هناك بكاميرا 10 الصبح ان حاجة بقى تبقى لايف ونحضر كمان الافتتاح ده، يسعدنا جدا. يكون موجود رئيس الاتحاد الدولي ومع الوزير دي قريب ان شاء الله الافتتاح ده. ان شاء الله ان شاء الله بكام، خلال شهور او ان شاء الله. طيب ان شاء الله ان شاء الله. انا متشكر بشكرك على وجودك معانا وان شاء الله نلتقي على خير. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نكمل كلامنا في الفقره اللي جايه، خليكم معانا. خلاص زي ما بيتقال كده، ما عندناش كلام غير ان احنا نتكلم عن ماتش الترجي ان شاء الله يوم الجمعه، وباذن الله نتخطاه وهيحصل يعني. بس هنتكلم برضو في الكواليس، وهنتكلم في الاستعدادات، وهنتكلم في البرسنتج هنا وهنا، المميزات، الشغل اللي احنا ممكن نركز عليه اكتر يعني، او زي ما بتقال كده نقاط الضعف في فريق الترجي اللي احنا ممكن نشتغل عليها اكتر. على كل حال هتكون مباراة مهمة جدا، وبنتكلم برضو ده هيكون النهائي رقم يعني 16 لينا والرابع كمان على التوالي. فكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. هنتكلم في ملفات مختلفة، بس خلينا نرحب بكابتن اسلام عادل نجم الاهلي السابق اللي منورنا. بونجور، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ نورنا كالعاده والله. ربنا يخليك يا رب. صباح الفل عليك، وسعداء بكل مره بتنورنا فيها، بنسعد دايما بوجودك. والنهارده عندنا بقى موضوع مهم اكيد هنتكلم معاك فيه، يعني اللقاء المرتقب ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي. احنا كده مبدئيا نقدر نقول ان احنا حطينا رجل في النهائي ان شاء الله. ملابسات وضع القدم الاخرى بقى في رايك هتتاتى ازاي؟ يعني مبدئيا خلينا طبعا نصبح عليكم والساده المشاهدين طبعا، وسعيد جدا ان انا موجود معاكم. كل مره موجود معاكم فيها كده ببقى مبسوط جدا. وبنلبس زي بعض دايما على فكره. على فكره الالوان بتبقى قريبه ومن غير ترتيب. سبحان الله. احنا الثلاثه في حاجه غلط بقى. الحمد لله. طبعا الاهلي اكيد دايما الاهلي اسمه في اي بطوله هو كده كده حاطط رجله في النهائي في اي مكان بيبقى فيه، وكانت البطوله دايما صعبه علينا كاس العالم للانديه، بس الحمد لله مؤخرا يعني ابتدى شكلنا واسمنا هو اوريدي كبير، بس ابتدى يعلم في كاس العالم للانديه. بطوله افريقيا بطوله مفضله جدا بالنسبه لنا، يعني عندنا ما شاء الله 10 بطولات، اقرب حد لينا الزمالك ومازيمبي عندهم 5 بطولات، الترجي اللي هيلعبنا عنده 4 بطولات. تخيل بقى بكل التاريخ الكبير لكل الانديه اللي انا بقولها دي، هم بعيد عننا قد ايه؟ بعيد عننا جدا يعني. فاحنا اسمنا كبير جدا. زي ما بقول لك مباراه الترجي اللي هناك احنا نستحق ان احنا نكسب المباراه بالشكل ده، وكنا ممكن السكور يبقى اكبر من كده، ويمكن اول مره في تاريخنا اصلا في حياتنا نكسب الترجي في الوقت ده. وقبل كده لما كنا بنتكلم، انا فاكر امبارح كنت حتى لما عرفت ان انا جاي معاكم حد كده بعت لي لينك الحلقه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت، فقعدت اتفرج عليها شويه من الحاجات اللي استمتعت بيها جدا. وحضرتك كنت سالتيني بالخاص على كولر هو شبه مانويل جوزيه ولا لا، فقلت لحضرتك انا فاكر الاجابه، خلونا نشوف مبدئيا هو كويس وانا سعيد بيه، لكن نشوف ونحكم بعدين. الوقت بقى اللي احنا وصلنا له دلوقتي بيؤكد ان الراجل ماشي بشكل كويس جدا، ارقامه كويسه جدا يعني، ثباته غير طبيعي، ما فيش تصريحات كتير ما يعني، حتى راجل هادي كده. فالراجل الهادي ده ما تفهموش يعني، ما تعرفش الراجل ده انت كويس ولا وحش، متخيل؟ وبعدين كمان النجاح في النادي الاهلي ما بتستعجلش عليه، انت بتستنى شويه ليه؟ انت كده كده عندك كل المقومات، انت كده كده بتنجح اصلا اوريدي. فاي حد هيجي كسب مثلا بطوله ولا بطولتين، ده في ناس بتيجي تقعد شهر وتكسب بطولتين، مدربين ولعيبه. اي حد بيجي هو هنا في، خلي بالك يعني، في معضله فكره ان انت جاي على نادي كبير زي النادي الاهلي، طبعا فيها مسؤوليه كبيره. بس انا عايز اسالك، هل دي يعني حاجه تشعر القادم بالأريحية أنه جاي يدرب لعيبة بالمستوى ده وفي نادي بالاسم والتاريخ الكبير ده، ولا جزئية المسؤولية اللي فيها أكبر بكتير من حتة الاعتماد على لعيبة مميزة؟ لا، هي الفكرة هتفرق قوي في شخصية المدرب اللي جاي. المدرب اللي جاي ده لو هو طموح جدا وعنده سي في كبير واثق في نفسه وعارف ان هو هيقدر يعمل حاجة، هيبقى سعيد جدا ومش هيقلق من التجربة، لان عنده كل التولز اللي ما يحلمش بيها. انما لو في مدرب تاني بيتحسس شوية او مش يعني مش 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 واقف على الارض صلب قوي، هيبقى ده هيمثل ضغط عليه الجمهور، هيبقى طول الوقت ضغط عليه الميديا وطول كل الناس، كل المقومات، كل اللي حوالين النادي الاهلي. زي ما كان موسيماني دايما يقول لك انا ما بلحقش يا جماعة، ما بلحقش اخلص بطولة وتطلبوا مني بطولة تانية، ده هدك مش طبيعي. ده موسيماني. وكان فايلر ليه اللي احنا قلناه قبل كده، لو عايز تكسب في كل حاجه البلاي ستيشن ما بتحصلش يعني، انت لو بتلعب فبس، دي طبيعه النادي اللي انت جاي تدربه يعني. كان دايما ده المصطلح اللي بيتقال لنا في الناشئين دايما، قدرك انك بتلعب في النادي الاهلي. أيوة، قدرك انك بتمرن في النادي الاهلي، قدرك انك مذيع في النادي الاهلي. انت مذيع مش بهزر. أيوة. فعلا قدرك انك بتنتمي اصلا يعني. الجمهور بيعمل، الجمهور بيشجع في المدرجات، هو مضغوط، حتى الجمهور مضغوط يعني. بقعد اتفرج على الناس على الماتشات، الناس مضغوطه بشكل كبير جدا، والفرحه مش طبيعيه، وتفرح فرحه. انا كنت بتفرج على ماتش سوبر مع بعض الاصدقاء يعني،
وبنتفرج على بيراميدز وكسبنا المقاولين، فرحه انا قاعد كده هادي وثابت لسه عندي فيديوهات لحد النهارده ثابت وحاسس من اول ماتش انا عارف ان احنا يعني الجيم بتاعنا يعني. الناس قاموا اتنططوا وفرحوا بعد ما كسبنا، قلت لهم احنا بنكسب كل يوم في ايه يعني، انت متخيل احنا في فواضح ان في فرحه بجد، بتكلم بجد والله في فرحه قويه جدا يعني. فالنادي الاهلي مسؤوليه كبيره، لكن لازم اللي يجي يبقى قد المسؤوليه. هنرجع تاني الماتش للترجي، خلينا برضو نقول حاجات عشان نبقى منصفين ونبقى واقعيين بشكل كبير جدا. احنا رايحين نلعب الترجي، في الترجي ناقص 6 لعيبه، ما عندوش جمهور، اوعى 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 تعتقد ان ده العادي. ومدير فني كمان كان يعني تريباً. لا انا بتكلم في المباراه اللي فاتت، المباراه اللي فاتت انت بتلعبه من غير جمهور هناك في ملعبه وعنده 6 لعيبه او 5 لعيبه بس. انا كان عندي برضو كتير مش موجودين، اصابات وغيابات. هقول لك على حاجه، الاسباب فنيه. الوضع لو مختلف لو هم بيلعبوا فول تيم وفي جمهور المباراه كانت تبقى اصعب من كده بكتير. انا ليه بقول الكلام دوت؟ عشان نكون واقعيين، احنا لعبنا واكسبنا وعملنا سكور كبير جدا وما عملناهوش في تاريخ الترجي، لكن مش عايز ده يديني اريحيه في المباراه اللي جايه فيدينا انطباع ان احنا مطمئنين او متاكدين. كنا لسه بنتكلم امبارح تقريبا اول امبارح، فكره ان هم برضو جايين لك فريق كبير وتقيل وتاريخ وجاي لك يعني بين قوسين كده جريح جاي لك في ملعبك لا وجاي لك كمان يعني في ظروف مش اعتياديه يعني، خصوصا زادت بقى طبعا الطين بله فكره رحيل نبيل المدير الفني. فدي برضو كلها حاجات المفروض تصب في مصلحتنا يعني، لو حطينا كل حاجه في مكانها تصب في مصلحتنا. كنت سعيد جدا واحنا رايحين هناك لما كانت الناس بتقول انه في عندهم غيابات وان هم بيمروا ظروف صعبه والمباراه من غير جمهور، كان في تصريح للكابتن سامي قمصان كان مهم جدا. ده تصريح اسمه تصريح النادي الاهلي، ابناء النادي الاهلي، لانه قال ان احنا رايحين نلعب نادي كبير، هنحترم الترجي، هنحترم البطوله، هنحترم نفسنا قبل ما نحترم اي حاجه، فعشان كده احنا مش هتقدر تخدعني باي تصريحات، انا هدي المباراه حجمها. والحمد لله ادينا المباراه حجمها وقدرنا ان احنا نكسب المباراه اللي جايه نفس القصه. لازم تدي المباراه حجمها ولازم تدي البطوله حجمها ولازم تدي اسمك حجمه الحقيقي، وده اللي المفيد عند النادي الاهلي. والميزه اللي بيعملها كولر انه بيعمل روتيشن قوي جدا ما بين اللعيبه، فاللعيبه هي الاداه بتاعتك، هم التولز بتوعك اللي انت بتشتغل بيهم اوريدي، فدول طول ما هم صاحيين ما انت ما مش قلقان يعني. حتى احنا الناس ابتدت تقول لك ايه هو احنا نلعب في النهائي في ده ولا ده، انا طول ما انا صاحي ما عنديش مشكله، انا طول ما انا الاهلي، انا طول ما انا فايق، انا طول ما انا في البيك وطول ما انا في احسن مستوى عندي ما عنديش مشكله العب مع مين. برضه انت عارف وبالذات من وجهه نظر الجماهير اللي تبقى عايشه قوي كل التفاصيل يعني. الناس كتير عدت مرحله الماتش اللي جاي بتاع يوم الجمعه مع الترجي وبيتكلموا بالفعل خلاص في تفاصيل ماتش النهائي وفكره ان سان داونز عنده 2 لعيبه مطرودين، فده برضو ممكن يبقى له انعكاسات طيبه بالنسبه لنا يعني. الناس الطموح واخدها ما ده طبيعي، لان انت اسمك طول الوقت وطموحك وشخصيتك هي كده، انت طول الوقت عايز بتفكر اصلا من بدري جدا في الفاينل، بتفكر انك يعني تفقر من سان داونز وتكسبه. ده انت بتحط الطرف كمان اللي هيلعب، خد بالك في مباراه سان داونز والوداد الحظوظ الاقوى اكيد لسان داونز اكيد اكيد بشكل كبير جدا، لكن في النهايه الوداد فريق كبير جدا وممكن يكسب سان داونز هناك ممكن يكسبه هناك ويعني فاحنا نطين بدري شويه، خلينا زي ما بنقول نحسبها حسبه منطقيه، نخلص ال 90 دقيقه اللي عندنا هنا بشكل كويس وندي للمباراه حجمها واحترامها، وبعد كده ان شاء الله لما نعدي المباراه دي نشوف بعد كده هنحصل ايه، لان خد بالك المباراه دي ممكن تطلع منها خسرانه حاجات كتير يعني، ان شاء الله تبقى كسبان، لكن لا قدر الله حد يصاب، لا قدر الله حد يطرد، لا قدر الله حد يبقى عندك ايقاف في المباراه النهائيه، فانت مهم انك تبقى مدي المباراه حجمها، ما تبقاش حاطط عينك على المباراه اللي بعد كده غير لما تخلص دي. ودي برده شخصيه النادي الاهلي، ان احنا محتاجين ان احنا ندي 100% في المباراه اللي بعد كده يعني، ان شاء الله بعد ما تخلص المباراه نبتدي نفكر فيه. طيب هروح معاك برضو عشان نطمن على اللعيبه بتاعتنا، واحنا سمعنا مؤخرا ان شناوي بيعاني من بعض الايجاد، ربما علي لطفي هو اللي يشارك في ماتش الاياب يعني، وطبعا علي لطفي من الحراس اللي تقال جدا، ولما خد فرصه قبل كده تالق بشكل كبير جدا، دي مش مجامله ده بلغه يعني اللعب والواقع. برضو ملف حراس المرمى في النادي الاهلي بتقيمه ازاي وبمنتهى الصراحه؟ يعني احنا عندنا الشناوي من بقاله ما شاء الله سنوات طويله جدا من كاس العالم ما شاء الله تقريبا، وهو رقم واحد في مصر متالق بشكل كبير جدا سواء مع منتخب مصر او سواء مع النادي الاهلي، ويعني مؤثر بشكل كبير جدا في فوزنا بالبطولات. وكلين شيت بتتكلم في اكتر من 10 ماتشات كتير جدا، وده يحسب للشناوي والكولر برده، لان دي من ضمن الاضافات اللي اضافها للنادي الاهلي، ما كناش بنهتم بيها قوي، احنا فريق هجومي قوي يعني. صحيح. فما كناش بنهتم احنا بيدخل فينا ايه، احنا بنهتم احنا بنجيب ايه يعني. صحيح. ففكره انه اصلا حد يفكر النادي الاهلي بيدافع ازاي
والنادي الاهلي عنده منظومه دفاعيه بالنسبه لي عارفه احنا كان عندنا كبرياء هدافع مين اصلا مش هدافع كده كده هدافع مع مين اصلا مع احترام لكل الناس يعني طب. بس الفكره انه حد يثبت على النقطه دي او ان حد يطور لي النقطه دي اكيد دي حاجه كويسه جدا. منظومه حراسه المرمى في النادي الاهلي يعني انا شايف ان هي فيها ثبات بشكل كويس، الامور ماشيه بشكل رائع جدا، عندنا يعني حارس واثنين وثلاثه يعني علي لطفي في كل المرات اللي لعب فيها كان قد الثقه كل المرات صحيح. مصطفى شوبير لما لعب كان ايضا كمان كويس جدا، فبالتالي هو الموضوع سهل يعني ولا صعب؟ لا الموضوع سهل جدا لان احنا عندنا اللعيبه دول بيشربوا شخصيه النادي الاهلي، بيتعودوا على البطولات بشكل سريع جدا، اي حد بيجي جديد بينضم للفريق بتحس ان هو اندمج بشكل كبير جدا طبعا. فما بالك الحراس اللي بقى لهم سنوات طويله جدا، وعلي لطفي لعب قبل كده، لعب في كاس مصر ولعب قدام الزمالك ولعب مباريات كبيره جدا، وكان سبب في وقت من الاوقات ان احنا نكسب بطوله بضربات جزاء وقدر ان هو يعمل مباريات كبيره جدا، فلما بيلعب ما بتحسش انه بعيد او ان هو مش المفروض يلعب او انك تبقى قلقان يعني. النهارده وحضرتك وانت بتقول لي احتماليه ان علي لطفي يلعب المباراه الجايه عادي جدا، ومش علشان انا كسبان 3-0 هناك، مش عشان كده خالص، علشان هو اوريدي حارس كبير جدا، عشان هو كل ما بيتواجد بيبقى بيأدي بشكل كويس جدا، وده معناه انه في مدرب كويس ومعناه ان حارس الشناوي هو يعني حارس كبير، لانه خد بالك لازم مستوى الحراس الثلاثه يبقى كويس، ده بيجي من الحارس الاولاني اصلا طبعاً. هو تمرينه عامل ازاي، جديته عامله ازاي، طول انا بلعب بس كل الماتشات، بس بيكون الحارس الاولاني بقى عندك متالق بشكل استثنائي برضه ممكن بتصعب شويه يعني من مهمه او من مسؤوليه الحراس البدلاء، وحتى على صعيد الثبات في المشاركه يعني برضه في ضربات قدريه كده اصابه بينتج عنها غياب فبتتاح الفرصه للحارس البديل، لكن تفصيله الجاهزيه ان كل المستوى مش سهلة انها تتعمل، هي 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 صعبة جدا الا لو انت بتعمل روتيشن او بتعمل تبادل ادوار، ودي مش شخصية النادي الاهلي، او يعني طول تاريخ النادي الاهلي معروف ان حارس مرمى واحد بس هو اللي بيلعب، في حارس رقم واحد يعني عند النادي الاهلي، ففكرة انك تجرب الحراس دي بتبقى صعبة، لكن الله يكون في عون الحراس، بس هي دي مهنة يعني، هو دي بقى صعوبة حارس المرمى انه هو ده قدرك، انك على ما يجي دورك الموضوع هيبقى صعب جدا، وخد بالك برضو معظم الفرص بتبقى في اوقات صعبة يعني، انت حسب المدير الفني وغالبا الفرقة اللي بتلعب بيبقى محتاجة بطولات كتير، بيبقى الموضوع صعب لانه انت مطالب طول الوقت انك تكسب، فما بيبقاش عندك فرصه انك تبقى تريسك يعني مش قصه ثقه، بتثق او ما بتثقش في الحارس الثاني، اكيد بتثق والا ما كانش موجود والا كنت في يناير او قبل كده حاولت تدعم، لا انت واثق في الناس اللي عندك جدا، لكن الفكره برضو انه انا برضو مدرب عايز اكسب طول الوقت، عليا ضغوط طول الوقت، فبالتالي ان انا ادي للحارس الثاني الامور بتبقى صعبه شويه، لكن طول ما انت موجود في النادي الاهلي حارس ثاني او ثالث يعني المنظومه كره القدم علمتنا كده، في لحظه بتبقى الحارس رقم واحد، وفي لحظه بتلاقي نفسك في ممكن تلعب كاس عالم الانديه وارد جدا، فانت طول الوقت لازم تبقى جاهز انك ممكن تلعب مباراه كبيره جدا، في حراس يقعدوا 10 15 سنه في الدوري ما يلعبوش مباراه زي دي، يعني نروح مثلا كاس عالم الانديه لا قدر الله الشناوي اتصاب، علي لطفي يلعب مثلا قدام بايرن ميونخ، مين في مصر مين هيلاقي اصلا مين في مصر هيلاعب بايرن ميونخ، فبالتالي هو ده قدرك، لازم من هذا المنطلق يبقى موجود ده الفكر عند حراس مرمى النادي الاهلي، انك ممكن في اي لحظه تلعب ومطالب انك تبقى بنفس الشكل طبعا. الشق النفسي دايما للعيبه بيبقى يمكن العامل بتاعه اكبر بكتير من الفني، يعني انا ممكن اكون فني جاهز لكن لما عندي مشاكل في الجزء النفسي او الاستعدادات او الروح المعنويه بتؤثر سلبي على سير المباراه كلها. ايامكم برضو كابتن اسلام لو تقول لنا ازاي كان الحديث، انا عارفه طبعا الوقت ده ما كانش فيه طبيب نفسي او اخصائي نفسي اصلا، بس ازاي كنت بتقدروا؟ كان موجود ايام مانويل خوسيه كان موجود فتره صغيره ما كملش كتير، لكن رجع دلوقتي بالمناسبه بقاله تقريبا شهر ونص عندنا برضو اخصائي نفسي، ودي حاجه سباقه للنادي الاهلي كالعاده، بس ازاي كنتوا بتقدروا ان انتوا تتغلبوا يعني اصابه 6 شهور وبنرجع، عدم الحصول على بطوله او اثنين، عدم سير المباريات بالشكل اللي انتوا بترجوه، ازاي كان ده بيحصل فيه بالانس؟ لان شفنا الموسم يمكن اللي فات واللي قبله اللي كان مؤثر اكتر على لعيبه النادي الاهلي مش الفنيات اللي مش كويسه، كان الشق النفسي اكتر من ضغوطات وغيره، ف ازاي ده كنتوا بتعملوه برضو عشان نقدر نقارن؟ يعني وجودك اصلا في منظومه النادي الاهلي بيساعد بشكل كبير جدا، لانه الاحداث سريعه وقويه، فما فيش وقت تزعل، ما فيش وقت تهمد، ما فيش وقت يعني ما فيش وقت يعني لو خسرت بطوله الدوري او حاجه وهي البطوله المفضله بالنسبه لك ما ينفعش تلحق تزعل عشان عندك بطولات ثانيه بترمي ورا ظهرك، تفرح يبقى تلحق بالظبط، فلازم بالظبط دي حقيقه والله دي حقيقه، كل بص البطوله هنا ما تلحقش تعمل اي حاجه هنا ما تلحقش تعمل اي حاجه، هنا بص القطر طاير هنا، فالامور النفسيه انا بقول لك برده سمات وشخصيه لعيبه
لعيبه النادي الاهلي لازم تكون مختلفه تماما، لان لعيبه النادي الاهلي بالاخص من انا بقول لك انت عندك تحديات طول الوقت وعندك بطولات كل يوم، عندك التمرين في النادي الاهلي يا جماعه انا بقول لكم الكلام ده يعني عن تجربه عن تجربه يعني. التمرين في النادي الاهلي اقسم بالله العظيم اقوى من مباريات اللي انا لعبتها في دوري ممتاز مع انديه ثانيه يعني. انا فاكر مع مستر مانويل جوزيه كنا بنعمل تمرين مثلا واحد ضد واحد في الملعب كله الساعه 9 الصبح في ملعب مختار التيتش اللي قدامنا على الشاشه ده، اقسم بالله انا بعد كده لعبت مباراه في الدوري الممتاز اقل من شدتها اقل من شده التمرين يعني. وبعدين بقى الميديا والاهتمام والجمهور وبتاع، فالموضوع صعب جدا. فانت ما فيش وقت مش هتنجح لو انت ما عندكش الشخصيه انك تتجاوز احزانك، اذا كان في احزان اصلا تتجاوزها بسرعه جدا، اي امور نفسيه سلبيه لازم تتجاوزها. النادي الاهلي بقى قعدته من زمان جدا من زمان جدا. انا فاكر واحنا حتى وانا بلعب في النادي الاهلي لما قالوا هنعمل قناه النادي الاهلي كنت انا في الناشئين، قلت لهم يا جماعه احنا سابقين عصرنا وسابقين زماننا، وما كانش حد في العالم كانت اشهر قناه في الدنيا كانت قناه ريال مدريد اعتقد يعني. فقلت لهم نادي قرن في اوروبا ونادي قرن في افريقيا ما حدش بينافسهم، هم بعيد. سبحان الله دايما لما بيتقال اسم النادي الاهلي لو حطيناه في مقارنه مع نادي ما بيتقالش في المقابل غير ريال مدريد في كل حاجه. بالظبط. وده وخد بالك زمان كان الناس بتعتقد انك عشان منتمي للنادي انك يعني عارف انت بتجامل النادي او بتجامل جمهورك او الكلام ده. النهارده في ارقام بقى النهارده اصلا الاهلي بيلعب ريال مدريد في كاس العالم الانديه اللي فاتت يعني. فهي النهارده في ارقام وفي معايير الحمد لله مختلفه في صالح النادي الاهلي يعني. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى لازم تتاخد في الاعتبار فكره ان انت عندك داخل الماتش اللي جاي وعندك 3 4 لعيبه واخدين انذارات، ففي حسبه بقى لازم تتحسب تشركهم ما تشركهمش تشركهم امتى خوفا من يبقى في اي انذار تاني ينتج عنه حرمان من لعب الماتش النهائي. هي الفكره طبعا انه مين واخد انذار ومين قريب منه يعني مين يقدر يلعب، المراكز تفرق ازاي يعني. يعني انت النهارده مثلا لو عندك حد في نص الملعب مش عارف الانذارات عند مين بالظبط، لو عندك حد في نص ملعب لعيبه نص ملعب كلهم مستواهم قريب من بعض يعني. النهارده ممكن مروان عطيه مثلا يبقى بيلعب ديانج يريح مفيش مشكله، حمدي فتحي ممكن يريح مثلا وتلعب باثنين تغير الطريقه وتلعب بقفشه مثلا مفيش مشكله يعني. بدل ما تلعب بثلاثه في نص الملعب تلعب باثنين وتلعب بقفشه 10 وتغير الشكل اعتقد عندك اريحيه في المباراه اللي جايه انك يبقى عندك مرونه تكتيكيه شويه انك ممكن تغير بعض الحاجات فتغير بعض المراكز فتغير الطريقه، عندك حلول كتيره جدا. وما شاء الله اللعيبه كتير جدا جاهزه يعني. النهارده ما شاء الله ما شاء الله كهربا مثلا في مباراه السوبر ما بداش نزل بقى مؤثر، المباراه اللي بعديها بدا ماشي بشكل كويس جدا، حسين الشحات مؤثر بشكل رائع مع النادي الاهلي، طاهر لما ينزل بيبقى كويس. وعدد اللعيبه كتير اللي جاهزه اللي في مستواها بيديك مرونه ان انت انا ممكن لعيبه قلقان عليها محتاجها للمباراه النهائيه لا ما اريح ايه المشكله اريح ايه المشكله. وبعدين خد بالك ما هم هيكونوا معايا في السكور اشوف ظروف المباراه يعني العب ال 45 دقيقه الاولى واشوف وانا بعرف اقسم سيناريوهات المباراه هبقى عارف ان فريق الترجي جاي يعني ما عندوش حاجه غير ان هو يهاجم بشكل كبير جدا طبعا. لكن انت ملعبك هيبقى متقفل جمهور ما هيبقى في ملعبك، فبالتالي ممكن بدري جدا بدري جدا تبدا باللعيبه بدري جدا في بدايه الماتش تجيب جول او اثنين فتخلص القصه فتبتدي تريحهم. فيعني هي ليها سيناريوهات مختلفه، لكن انا شايف في رايي الشخصي انه يحافظ على اللعيبه دي ان شاء الله لان احنا قريبين جدا باذن الله من المباراه النهائيه فيحافظ عليهم. ولعيبه النادي الاهلي اي حد يلعب ما يقلقش، اي حد يلعب مش هتقلق، علي لطفي يلعب مش هتقلق، اي حد في نص الملعب اي حد مهاجم تحديدا في الفتره الاخيره ده اللي احنا كنا بنقوله دي الميزه اللي عند كولر، اعاد الروح مره ثانيه والتالق للعيبه اللي كانت غايبه مواسم او الموسم اللي فات تحديدا لو كنا هنتكلم يعني بمنتهى الشفافيه. لا انت شفت اللعيبه بتاعتك راجعه ثاني وكلهم متالقين، فكولر في حاجه احنا يمكن حتى مش شايفينها في حاجه بتحصل ادت بجد للروح الحلوه اللي احنا شفناها وبنشوفها لسه حد هذه اللحظه. فلا بجد اختيار كان رائع مارسيل كولر، اعتقد ان هو لسه في مزيد من النجاحات هيحققها بشكل كبير مع النادي الاهلي، نتمنى ذلك يعني. طيب ايه اللي نقدر نقلق منه؟ طبيعه اللعب المصري شويه انك عندك سنه امان او سنه طمانينه بتريح بقى منك بتريح سنه او تطمن سنه تطمن سنه. انا كسبت الفرقه دي في ملعبها 3، انا النهارده في جمهوري وفي وسط ملعبي وفي بلدي وفي حتتي اكيد هكسب 3 زيهم يعني. فحته الامان دي مش حلوه لان كره القدم يعني مهما كنت كبير لازم تحترمها، عمرك صحيح. ما هتبقى اكبر من الكوره يعني. فهي النتيجه مش خديعه، هي نتيجه حقيقيه جدا، لكن انت هتثبت ان هي نتيجه حقيقيه، هتثبت افضليتك على الترجي. فدي الحاجه الوحيده اللي انا بقلق منها، انك تبقى مطمن شويه ما تديش للماتش حقه، استعداداتك ما تبقاش بالمستوى المطلوب. دي الحاجه الوحيده اللي تقلقني من اللعيب المصري انه ما يديش المباراه حجمها، لكن لو اديتها حجمها واهتمامها ما قلقش من اي حاجه. ده اللي هيحصل ان شاء الله وربنا هيكرمنا ويسعدنا باذن الرحمن بالانتظار مش بس يوم الجمعه الجاي. احنا زي ما كنت بقول لك من شويه جماهير النادي الاهلي معديه المرحله دي وبتتكلم دلوقتي في ماتش الفاينل وان شاء الله تكون نهايته
تسعدنا كلنا وترضينا. بيقول لك ال 12 واللي بعده يعني حاجه في طمع مش طبيعي. طمع مشروع يعني لسه ماشيين في 11 قال لك طب ال 12 بقى. نورت الدنيا. ربنا يخليك. نشكرك على وجودك معانا. ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك. نورتنا كالعاده كابتن اسلام. نشكرك ونشكر النهارده كمان حضراتكم. نهايه الاسبوع نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده يوم الاحد 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.